أسماء تركي تنضم إلي على المباشرة لتقديم عناوين الصحف. صباح الخير أسماء. صباحك سعيد فايزة. مشاهدينا أهلا بكم في معرض الصحف لنهار اليوم. نستهل جولتنا الإخبارية من جريدة الموعد والتي عنونت: الرئيس يقيم الوضع الاقتصادي والأمني للبلاد، حيث ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس الاثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد، لا سيما الاقتصادي والسياسي، وكذا التطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي، كان أبرزها اتخاذ كل التدابير لدعم انطلاقة اقتصادية قوية ووضع مخطط لتشجيع وتحفيز المنتجين. نفس الجريدة مشاهدينا جريدة الموعد وفي قطاع التربية عنونت: وجعوط يؤكد إطلاق أرضية تكوينية تحسبا لترقية 5000 مستخدم، وتفاصيل الموضوع تطالعونها في الصفحة الرابعة. إلى جريدة الجزائر والتي عنونت: وزير المالية يكشف عن عملية تقييم شاملة للبنوك العمومية، حيث كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن عملية تقييم شاملة تنطلق اليوم الثلاثاء على مستوى البنوك العمومية لتحديد اختلالات التسيير، وأعلن أن عملية رقمنة قطاع الجمارك تدرك مرحلتها الأخيرة وأن رقمنة الضرائب تسير بالوتيرة المطلوبة، كما أشار إلى انخفاض فاتورة الاستيراد ب8 ملايير دولار خلال 2020، مجددا التأكيد على أن قانون المالية ل2021 يضمن ترشيد النفقات ولم يفرض التقشف أو ضرائب جديدة. ذات الجريدة تطرقت أيضا لموضوع استئناف حركة قطارات نقل المسافرين عبر الخطوط الجهوية الكبرى، وتفاصيل المقال تجدونها في الصفحة الرابعة من جريدة الجزائر. انطلاق التحقيقات حول التسيير المحاسباتي لديوان الحبوب عنوان مقال ورد بجريدة اليوم جاء فيها: أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن إفادة فرقة تفتيش للديوان الوطني للحبوب لإجراء مراقبة وتدقيق على كل المستويات من حيث التسيير وإجراءات المتابعة في عقد الصفقات ومدى احترام بنود قانون الصفقات العمومية بصفة دقيقة، تضيف الجريدة. كما نجد مقالا تحت عنوان 26 فنانا يشاركون في الطبعة الثانية للصالون الافتراضي للفنون الإسلامية بتلمسان، والتفاصيل في الصفحة 12 من جريدة اليوم. وبجريدة الجمهورية نطالع مقالا تحت عنوان: وزير الشؤون الدينية يشرف بالعاصمة على افتتاح موسم التعليم القرآني ويؤكد الدولة تولي عناية كبيرة لحفظة كتاب الله من خلال توفير الهياكل اللازمة، لافتا إلى وجود أزيد من 20,000 قسم لقراءة القرآن يؤطرهم نحو 20,000 معلم ومؤطر. هذا وسيتم خلال هذه السنة الالتحاق بالزوايا والمدارس بصفة تدريجية بسبب تداعيات الأزمة الصحية التي استوجبت القيام بحملات تعقيم وتنظيف واسعة للأقسام التي ستستقبل المتمدرسين. وفي سياق منفصل كتبت ذات الجريدة: بعد استئناف سيارات الأجرة والحافلات لما بين الولايات، الناقلون ينفون زيادة في التسعيرة رغم تقليص عدد الركاب. إلى جريدة الإخبارية والتي عنونت: إنجاز واحة الوحدة الإفريقية قريبا، حيث كشف الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية حمزة آل سيدي الشيخ عن الشروع قريبا في إنجاز مشروع واحة الوحدة الإفريقية والذي يهدف إلى العناية بالتراث البيئي الصحراوي وكذا الأنظمة الصحراوية التي ستخلق حركية اقتصادية ومنفعة كبيرة للبيئة. هذا
وسيتم إعطاء إشارة انطلاق المشروع خلال الأيام القليلة القادمة تضيف الجريدة. ومن أخبار الصحف الوطنية إلى أبرز ما ورد في الصحف الدولية والمستهل من جريدة العربي الجديد، وزير الخارجية الكويتي يؤكد الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية وكذا البحرية بين السعودية وقطر، حيث أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر محمد الصباح مساء أمس الاثنين الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية وكذا البحرية بين قطر والسعودية المغلقة منذ 5 جوان 2017 في أول عملية على صعيد إنهاء الأزمة الخليجية، وذلك قبيل ساعات من انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية. إلى جريدة القدس العربي والتي عنونت الخرطوم تقاطع اجتماعا حول سد النهضة وتتمسك بدور الخبراء الأفارقة، ونقرأ في تفاصيل الخبر: رفض السودان المشاركة في اجتماع ثلاثي مباشر مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة عقد أمس الاثنين في ظل عدم الرد على طلب تقدم به لعقد اجتماعات ثنائية لكل دولة على حدة مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين، مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة في اجتماع أمس تضيف الجريدة. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، فقرات برنامج هذا الصباح متواصلة عبر الإخبارية الجزائرية ورفقة الزميلة فايزة باشي، عودة لك. نعم أسماء، شكرا جزيلا لك، وأدعوك الآن وأدعو مشاهدينا الكرام إلى متابعة هذه الوقفة التي يقودنا فيها زميلة حمزة عبان إلى عالم التكنولوجيا وآخر الإبداعات والاختراعات، نتابع. عائلة، هذا الرجل الآلي يمكنك من الاتصال بمن تريد، فلديه كاميرا خاصة يمكنك من خلالها القيام بالاتصال عبر مكالمات الفيديو. حقا هذا الروبوت سيكون فردا من العائلة. كثيرة الأعطال، هذه الآلة أيضا تسهل لك أمر التصليح.
فهي تعمل بتطبيق محدد يسمح لك بقراءة عطب قد يصيب سيارتك، وكونها لا تستهلك الكثير من الطاقة فهي جد مناسبة لمحبي السيارات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، فقرتنا الأولى ضيف الصباح. في إطار الاستراتيجية العامة للحكومة للمضي قدما نحو رقمنة كل القطاعات، أشواط كبيرة لرقمنة الوثائق بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، حيث تم تصدير برنامج بمشاركة المكتبة الوطنية وخبراء في مجال الرقمنة، إضافة إلى أمناء الأرشيف والرقمنة في كل الولايات. لتعرف على حيثيات الملف الأفاق والتحديات، يحضر معي الإطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد زغداني. صباح الخير أستاذ زغداني. صباح الخير لك ولكل المشاهدين الأكارم، تحية طيبة لكم وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. إذن بداية، الرقمنة هي استراتيجية عامة للحكومة الجزائرية، والقطاع لم يتوانى في تطبيق هذه الاستراتيجية بهدف المضي قدما في رقمنة كل القطاعات كما أشرت سالفا. إلى أين وصل ملف الرقمنة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف؟ نعم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كما ذكرتم حقيقة استراتيجية الحكومة واستراتيجية الجزائر ككل هي رقمنة كل شيء من أجل تبسيط الإجراءات بالنسبة للمواطن حتى يستفيد من كل الخدمات التي تعرضها مختلف المؤسسات. ربما لعل جائحة كورونا اللي هي كما يقال رب ضارة نافعة هي التي دفعت الجميع إلى الاتجاه إلى هذا التوجه اللي هو الرقمنة، رغم أنها استراتيجية قديمة كما يقال، لكن هذه الجائحة جعلتنا نحس فعلا بضرورة الإسراع في إنجاز هذه الرقمنة حتى نضمن التباعد الجسدي وعدم احتكاك الناس بعضهم ببعض وتوفير الوسائل أو الخدمات بأبسط، ربما الإنسان من بيته يستطيع أن يقضي الكثير من الأشياء. ففي هذا الإطار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يعني قد سطرت استراتيجية منذ مدة طويلة، يعني منذ سنوات، ولكن الآن الخطوات تسارعت لأنه الضرورة أصبحت أكثر فأكثر. فأول شيء هو ربط كل المؤسسات التابعة للقطاع بالشبكة البينية الانترانت عن طريق الألياف البصرية، وهذه قد وصلنا فيها الحمد لله يعني إلى ربط كل مديريات الشؤون الدينية والأوقاف، كل معاهد تكوين الإطارات الدينية، المركز الثقافي الإسلامي وفروعه، ربطها بالشبكة البينية حتى تكون فيه المحادثة داخل الشبكة الواحدة من أجل تبادل المعلومات، من أجل إرسال الوثائق، ربما لا ميساجري يعني البريد الإلكتروني الداخلي الخاص بالمؤسسة حتى ضمانا لسرية هذه الوثائق وحفظا لهذه المعلومات. هذه كمرحلة أولى. المرحلة الثانية اللي هي ربما تكوين القائمين على هذه الشبكة البينية من أجل إحسان الخدمة، ومنها الدورة التي أو الندوة الوطنية التي عقدت البارحة، وهي الندوة الثانية التي أشرف عليها السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتعلقة برقمنة الوثائق في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، والتي شارك فيها 24 ولاية عبر الوطن. هذه الدفعة الثانية، الدفعة الأولى كانت أيضا 24 ولاية شاركوا من أجل التعرف على هذه التقنية والتحكم في هذه التقنية، وكل هذا عن طريق التحاضر عن بعد، وهو جزء أيضا من قضية الرقمنة. وعملية رقمنة الوثائق وصلت إلى 80% من الملفات حسب تصريحات السيد وزير الشؤون الدينية. نعم، السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف صرح في الأسبوع الأول المتعلق برقمنة الوثائق أنه وصلنا إلى 80% من رقمنة هذه الوثائق، والوثائق المقصود بها كل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية التي كان يتعامل بها الإنسان ورقيا، فحولت إلى يعني بعد مسحها ضوئيا وتخزينها رقميا، بحيث يستطيع أي إنسان الاتصال أو سحب هذه الوثائق من أي مكان في الجزائر، حتى نبسط كما قلت في البداية الإجراءات ونوفر على سواء الموظف أو في المديرية أو الموظف في خارج المديرية، مديرية الشؤون الدينية أقصد، أو حتى المواطن الحصول على بعض الوثائق المهمة، كربما وثيقة اعتناق الإسلام بالنسبة للذين يطلبونها، وثيقة إثبات الديانة بالنسبة للجزائريين الذين يطلبون هذه الوثيقة، وغيرها من الوثائق الكثيرة جدا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشؤون الدينية. في مجال آخر أيضا أقول أنه الآن الملتقيات أو اللقاءات التي تعقدها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يمكن الآن عقدها مع المديريات عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، وربما هذه من التقنيات الحديثة التي تمكن من توفير المال الذي
يعني بتجشم يعني صعاب التنقل من ولاية إلى ولاية، أو بالفعل. يكون النشاط مركزي في الجزائر العاصمة أو جهوي في مكة. وهذه الأهداف نعم. ومزايا الرقمنة أيضا هي التقرب من المواطن وتسهيل الخدمة للمواطن. نعم طبيعة الحال، ويعني حتى البرامج التي نسطرها يعني مستقبلا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف يمكن أن نختزل فيها المصاريف إلى أبعد الحدود، خصوصا مع الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية. فبالتالي هذا الرقمنة كما قلت وصلنا لهذه المرحلة. من بين أيضا الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في هذا المجال هو رقمنة تحت الفتوى، بحيث تم إطلاق التطبيق الإلكتروني فتاوى علماء الجزائر، والذي من خلاله يستطيع أي إنسان عن طريق الهاتف الذكي يدخل يحمل هذا التطبيق ثم يطرح سؤاله على لجنة الفتوى، ولجنة الفتوى تجيبه، وهنالك بنك للفتاوى موجود على مستوى هذا التطبيق، بحيث نستطيع الرجوع إليه في كل مرة الإنسان اللي يبحث عن موضوع معين فيجد هذه الفتوى ويأخذ بها بإذن الله عز وجل. في هذا الإطار أكيد تم تكوين العمال بالوزارة بالقطاع من أجل التعامل مع هذه التقنيات الحديثة. كيف نضمن خدمة بداية تكون خدمة آمنة من أجل الأمان، معيار السرية والأمان لوثائق القطاع، وأيضا خدمة سلسة سهلة الاستعمال بالنسبة لكل شرائح المجتمع؟ نعم بطبيعة الحال، هو الأمان هنالك مستويين، هناك المستوى الأول اللي هو مستوى أمان الوثائق الداخلية للمؤسسة، وهذا يتعامل فيه عن طريق الشبكة البينية اللي هي الانترانات التي لا علاقة لها بالانترنت التي يدخل من خلالها أي متعامل أو أي مواطن، فهذه التبادل الوثائقي يتم عن طريق هذه التقنية. التقنية الثانية اللي هي أمان يعني بنك المعلومات ككل، فهذا عن طريق البرمجيات الخاصة بالتأمين والبرمجيات المعتمدة، يعني اللي راهي رسمية، ماهيش البرمجيات التي ربما يمكن الآن بعض المتابعين المشاهدين يعرفوا باللي حتى في ليزونتي فيروس كما تسمى مضادات الفيروسات كاين اللي راهو امبيراتي، فهذا لا يضمن الأمان، فلابد أن تكون هناك ليزونتي فيروس الرسمية المعتمدة. يجب مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال. نعم بطبيعة الحال. تسمعوا كيف أنه نمر يعني الجزئية مهمة جدا اللي هي أيضا وصلنا فيها نسبة معينة في البدايات، ولكن هي خطوة كما يقال هي رقمنة المكتبات المسجدية الآن. نعم. كل إنسان يعني نحن معروف أنه في كل مسجد تقريبا، حينما نقول مسجد مكتبة مسجدية الناس يرتدونها يستفيدون مما فيها من كتب، أيضا المركز الثقافي الإسلامي اللي كل مركز ثقافي إسلامية مزودة بمكتبات يعني تحوي آلاف العناوين. فحتى نبسط عملية البحث عن عنوان معين أو التواصل مع هذه المؤسسة، تمت كمرحلة الأولى رقمنة 5 ولايات مكتبات مسجدية بخمس ولايات، يمكن لأي مواطن أن يطلع على مضمون هذه المكتبات حتى يستفيد من كتبها. نعم. وهذا حتى يعني أيضا فيه أمان يعني بالنسبة للمواطن حتى لا يتنقل والبحث الورقي وغيره الذي يأخذ وقت، فمباشرة وكما ذكرت في البداية استفدنا من تجربة المكتبة الوطنية في رقمنة الفهارس ورقمنة المكتبات، وهذا يعني داخل في إطار تبادل المعلومات بين المؤسسات. الأمر الآخر اللي هو داخل أيضا في الرقمنة اللي هي شيء يعني ثمين جدا، يعني أستطيع القول أنه كنز يعني تحويه يعني كنز العقول كما يسمى، وهي المخطوطات، يعني تتضمن الجانب التاريخي للآثار الموجودة على مستوى الجزائر، الآثار الرقمية أو الآثار التاريخية عفوا، اللي هي المخطوطات العلوم التي كان يعني يزخر بها هذه البلاد. فهذه المخطوطات حفظها وتداولها يعني محدود جدا، لأنه حتى تداولها فيه ربما يسبب لها إتلاف. طيب. فرقمنتها ووضعها أو فهرستها ورقمنتها ووضعها في بنك معلومات يستطيع الوصول إليه الباحثون من كل مكان من داخل الجزائر ومن خارجها لتحقيق هذه المخطوطات وإخراجها إلى إخراج كنوزها كما ذكرت إلى القارئ والمستفيد والباحث والطالب، هذا أيضا مشينا فيه. يعني الخزانة الرقمية لوزارة الشؤون الدينية تحوي أكثر من 100 مخطوط نادر جدا، وهذه المخطوطات هي مطلوبة بعد رقمنتها أصبحت متاحة. نعم تصبح أولا يصبح الفهرس متاح، يعني لمعرفة ما هي المخطوطات اللي راهي موجودة على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ثم الباحث الذي لأنه ليس ممكن إتاحتها لكل الباحثين. نعم الباحث الذي يرغب في تحقيق كتاب
أو يحتاجه كمرجع، فهذا يتواصل مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ويحصل على التراخيص اللازمة من أجل الحصول على هذه الوثيقة، لأنه تحقيقها هو مكسب للجميع، مكسب للطالب ومكسب الباحث، مكسب للجامعة الجزائرية وللمواطن الجزائري بشكل عام، وأيضا لحفظ التراث الجزائري وهذه الكنوز كما أشرت أستاذ زغداني. طيب نعود إلى نقطة رقمنة المكاتب المسجدية. ما شاء الله الجزائر في كل قرية في كل ولاية هناك العديد من المساجد، مئات المساجد حتى في المناطق المعزولة في مناطق الظل أيضا، وهذه هي ربما المناطق التي نحتاج إلى الوصول إليها اليوم لأن تصل إليها المعلومة، إلى أن تعمم فيها مختلف الخدمات، خاصة خدمات المدارس القرآنية التي توقفت طيلة أشهر بفعل جائحة انتشار جائحة كورونا. كيف يتم الوصول إلى كل هذه الأماكن؟ وأنت أشرت أن الآن العملية مست 5 ولايات فقط. نعم، بالنسبة لهذه المكتبات مست 5 ولايات، ستعمم إلى 48 ولاية، لكن بالنسبة للتعليم القرآني كما ذكرت وهي أمر مهم جدا داخل ضمن عملية الرقمنة، توقف التعليم القرآني خلال هذه الفترة فترة الجائحة لم يكن سببا في تعطيل التعليم القرآني. فالمدرسة القرآنية كهيكل وكربما أقسام ومدارس وغيرها توقفت، ولكن التعليم القرآني بقي مستمرا بفضل ماذا؟ بفضل هذا التواصل الرقمي. المسجد أيضا الذي توقف لفترة معينة تقريبا 7 أشهر والناس لا يصلون ولا يقيمون صلاة الجمعة، لم يتوقف المسجد بل بقي مفتوحا، النشاط بقي مستمرا. النشاط بقي مستمرا من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي هي متاحة لكل المواطنين. أصبح ربما رواد المساجد لا يقصدون إمام مسجدهم فقط أو مسجدهم الافتراضي فقط، بل يقصدون أي مسجد عبر الوطن يريدون الوصول إليه والاستماع لشيخه، سواء في الدروس أو الخطب أو الفتاوى. وأيضا التعليم القرآني، وصلت الكثير من المدارس القرآنية تعليمها للقرآن الكريم عن طريق تقنية التواصل، بحيث المعلم القرآن أستاذ التعليم القرآني يفتح فضاء لأجل التواصل مع طلبته، وهنالك كما عرفنا من خلال ربما ما أخبرنا به بعض المشايخ أن هنالك من ختم القرآن الكريم كاملا من خلال هذه المنصات، وطلبة تواصلوا مع أساتذتهم طيلة هذه المدة. هل هناك تقييم لهذه العملية عبر مختلف مساجد الوطن؟ لأنه في هذه المساجد خاصة في القرى والمناطق المعزولة كانت فيه ربما مجهودات شخصية للإمام أنه فعلا يفتح ذلك التطبيق أو ذلك الموقع الإلكتروني وتواصل مع أهل القرية ويواصل تعليم الأبناء ومن يرغب في التعليم القرآني. هل كيف تشرف الوزارة على هذه العملية في كل ربوع الوطن؟ وهل من تقييم مبدئي لسيرورة العملية؟ نعم، التقييم يتم على مستوى محلي بداية، كل ولاية تقيم المؤسسات تحت الوصاية الموجودة عندها، المدارس القرآنية أو المساجد يتم التقييم على مستوى محلي ثم ترفع بعد ذلك للوزارة. في حدود ما أعرف أنه إلى حد الآن لم يتم هناك تقييم نهائي لهذه العملية، ولكن هناك تشجيع لكل الأئمة ولكل المرشدات الدينيات أيضا ولكل معلم القرآن أن يتواصلوا مع روادهم من خلال هذه التقنية، بحيث لا تنقطع، بل ربما حتى على مستوى مركزي. السنة الماضية لم تنظم جائزة الجزائر الدولية بسبب غلق المجال الجوي وعدم إمكانية التنقل، فكانت الفكرة بالتعاون مع التلفزيون الجزائري أنه يتم مسابقة وطنية للفائز المتميز، هناك عدة مشاركات على ما أذكر 18 فائز من الفائزين الذين شرفوا الجزائر في مختلف المحافل الدولية بجوائز في المسابقات الدولية، سواء في المملكة العربية السعودية أو في قطر أو في إيران أو في غيرها من الجوائز الدولية المعروفة عالميا. فهؤلاء تم جمعهم بتقنية التحاضر عن بعد مع التلفزيون الجزائري، ونظمت المسابقة الدولية في هذا الشكل بحيث أفرزت لنا فائزين، وكان فيه تكريم لهؤلاء الفائزين. كل هذا من أجل أن نبرز اهتمام الدولة الجزائرية بهذه الفئة، بفئة حفظة القرآن الكريم، وتشجيعهم ومرافقتهم الدائمة، لأنه لا يمكن أن نترك هؤلاء الأبناء بسبب الجائحة وغلق المؤسسات بالفعل يضيع ما حفظوا ويضيع ما أتقنوا، بل لابد أن يكون هناك تواصل ومحافظة على هذا الجهد الذي بذل لمدة سنوات، فلا يتوقف بل يتواصل لربما حتى نحافظ على هذا المكسب. من بين الأشياء أخرى إذا سمحتي المتعلقة بالاستعمال الإلكتروني أو التعليم عن بعد، هو فتح المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد الخاصة بتكوين الإطارات الدينية اللي هم الأئمة المؤذنين القيمين الموجودين على مستوى معاهد تكوين الإطارات الدينية.
يعني وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لديها تقريبا 13 مؤسسة أو مركز لتكوين الأئمة عبر الوطن مختلف في مختلف أنحاء الوطن شمالا جنوبا شرقا وغربا. الجائحة أيضا أثرت على هذه المؤسسات وتوقفت عن التعليم الحضوري، ولكنها لم تتوقف عن التعليم عن بعد. فهذه المنصات فسحت المجال للأساتذة من أجل التواصل مع طلبتهم، وتمت السنة الماضية بخير من حيث التكوين، وأجريت الامتحانات نهاية السنة وتخرج الطلبة، وتم تعيينهم كأئمة ولا مؤذنين ولا قيمين عبر مختلف مناطق الوطن، وهذا كله بفضل هذه الجهود التي تبذل من أجل رقمنة القطاع والتعامل من خلال منصة التعليم عن بعد. هل يمكن القول أن مستقبل القطاع هو الآن أصبحت للرقمنة أهمية كبرى فيه؟ هل يمكن القول أن القطاع مقبل على مستقبل من نوع آخر، الرقمنة في مجال المرتبات المسجدية بدءا بالتواصل مع المواطن، الرقمنة في مجال تكوين الأئمة، الرقمنة أيضا في مجال التعاملات الإدارية داخل القطاع؟ كيف نستشرف مستقبل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في ظل كل هذه الإجراءات الجديدة لرقمنة القطاع؟ نعم، أتصور أنه الرقمنة ليست مستقبل قطاع الشؤون الدينية فقط، وليست قطاع مستقبل الجزائر فقط، هي مستقبل العالم كله. إذا كنا عن طريق الإنترنت نقول أن العالم أصبح قرية، ثم تحولت القرية إلى شارع، ثم تحول الشارع إلى غرفة واحدة، فالآن أتصور أنه كل الناس يعني مرغمون وملزمون أن يتجهوا هذا الاتجاه، أولا لتسهيل الحياة بالنسبة للكل. الآن الكلنا يعرف أنه العمل داخل البيت أصبح أيضا هو من وسائل كسب العيش، يعني حتى في العمل الإعلامي الآن بعض الإعلاميين يقدمون برامجهم من بيوتهم في فترات محددة، وبالتالي هذا يسهل على الجميع أنه يتناقل المعلومة، أنه يقدم خدمة للمجتمع، أنه الذي يرغب في خدمة معينة يحصل عليها وهو في بيته. ولكن دعيني أقول أنه لابد أن يكون كل هذا في إطار آمن، يعني بعيدا عن نحصن أنفسنا عن عملية الاختراق، نحصن أنفسنا عن عملية الأخبار المغلوطة وغيرها من ربما السلبيات التي جرتها حتى هذه الثورة الرقمية. قطاع الشؤون الدينية والأوقاف لعب أيضا دور أساسي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتوعية، التحسيس بمختلف الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، حتى أنه كان حلقة مهمة في عمل اللجنة العلمية في التواصل مع المواطنين في التأكيد على ضرورة تطبيق مختلف الإجراءات، خاصة المتعلقة بالحد من النشاط الفعلي للمساجد ولدور العبادة. كيف نتحدث اليوم عن هذه العملية التي كانت لمختلف هذه التقنيات الحديثة دور بالغ في إبلاغها للمواطنين وفي تحقيق أيضا نتائج ملموسة وإيجابية جدا على أرض الواقع؟ نعم، لعلك تجرين كما يقال الحديث عن لجنة الفتوى، اللجنة الوزارية للفتوى، وربما اللجنة الوزارية للفتوى في اجتماعاتها الأولى في شهر فبراير وشهر مارس كانت عن طريق حضور الاجتماعات بشكل حضوري، يعني داخل قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتداول الموضوعات من خلال طرحها وتبادل الرأي فيها. وقد ربما تابعتم وتابع التلفزيون الجزائري والمشاهد الجزائري وكل مواطن من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية اجتماعات هذه اللجنة. ولكن بعد أن اشتدت الجائحة، وخصوصا أنه يعني فيه من هم من مصابين أمراض مزمنة، فيهم من هم كبار في السن، فخوفا على الجميع أصبحت اجتماعات اللجنة الوزارية للفتوى افتراضية، معناها مجموعة داخل وسيط معين من وسائط التواصل الاجتماعي، يتم إرسال أرضية للمناقشة، كل واحد من الأساتذة يبدي رأيه وملاحظاته وربما لأدلته في الموضوع الذي يريد أن يقدمه، ثم تجمع ككل ويصدر منها لجنة أو عفوا بيان من بيانات اللجنة الوزارية للفتوى، وهذه تنشر عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق المؤسسات الإعلامية، وتؤدي دورا مهما خصوصا فيما يتعلق كما ذكرت بالجائحة، بحيث أذكر من أبرز يعني ربما الفتاوى التي أصدرتها اللجنة الوزارية للفتوى هي أنه التوصيات الطبية أو التي يوصي بها الأطباء من أجل ربما الحد من انتشار الجائحة هي ليست توصيات يؤخذ بها على سبيل الاختيار، إنما تصبح واجبا من الواجبات، وكل إنسان يعني يقصر فيها فهو آثم عند الله عز وجل، لأنه يسبب الضرر بالنسبة للآخرين. توضيح بعض المسائل الفقهية المهمة، ربما توقيف صلاة الجمعة وهو يعني أمر جلل، يعني أمر عظيم أن تتوقف صلاة الجمعة والأحكام المتعلقة بها،
الآن في هذه الفترة التي نحن نعيشها الصلاة بتباعد والتي لم يعادها ربما العالم الإسلامي ككل. ونشبه القوسين أن رواد المساجد كانوا الأكثر تطبيقا لإجراءات الوقاية، حيث لم نسجل تجاوزات أو نسجل يعني نعم. بؤر عدوى داخل المساجد. نعم يعني هذا بفضل الوعي. وصلت. نعم هذا بفضل الوعي وبفضل أيضا التواصل الدائم. نعم. مع رواد المساجد، بحيث سادة أئمة المساجد يتواصلون مع روادهم، واللجنة الوزارية تتواصل مع الرواد ومع الأئمة في 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 آن واحد، حتى يكون في هناك وعي جمعي بضرورة محاصرة هذا الداء وعدم، حتى لا تكون هذه المساجد أيضا كما ذكرتي بؤرة من بؤر انتشار الوباء، ويرفع عنا الله عز وجل هذا البلاء إن شاء الله يا رب. أستاذ الزغداني، نعود بك إلى نقطة مهمة ربما لم نفصل فيها كثيرا، ألا وهي مستقبل المسابقات لحفظ القرآن الكريم، سواء كانت مسابقات ولائية وطنية وأيضا المسابقات الدولية في ظل استمرار إجراءات الوقاية من الجائحة، وأيضا في ظل كل هذا الجديد، الاعتماد على الرقمنة، على التواصل الإلكتروني، على التحاضر عن بعد، على المسابقات الافتراضية أيضا. نعم، ربما نحن ولن نسأل عز وجل أن يرفع الوباء حتى تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية، يعني لأنه اللقاء في حد ذاته، يعني الاجتماع في حد ذاته على قراءة القرآن الكريم أو المسابقات هذه سواء كانت وطنية أو دولية تنتج التعارف بين ربما المشاركين فيها والتواصل والعلاقات الإنسانية التي تنشأ بين أبناء البلد الواحد، يعني إذا كان في الجزائر فقط مسابقة وطنية، أو بين أبناء المسلمين بشكل عام، الأمة الإسلامية ككل إذا كان. ولذلك ربما من حكم صلاة الجماعة أن الناس يصلون في المسجد حتى تنشئ هذه العلاقات الاجتماعية، ومن حكم الحج أن الناس يلتقون في العالم من العالم كله حتى يتعارفوا، لكن هذه الظروف الاستثنائية جعلتنا نتباعد. هذا التباعد لم يمنعنا من أن نسعى إلى تحقيق الأهداف التي ربما أمرنا الله عز وجل بتحقيقها، وهي التعارف والتنافس والتسابق وغيرها والتعلم، فاستخدمنا هذه الوسيلة كوسيط بديل لفترة معينة، نسأل الله تعالى أن لا تطول أكثر مما طالت عليه الآن، فإذا رجعت الأمور إلى الحياة الطبيعية فسنعود بإذن الله عز وجل إلى عقد الملتقيات وإلى ربما المسابقات وكلها بشكل حضوري. أما إذا بقيت الجائحة واستمرت فهذا البديل يمكننا من أن لا تتوقف الحياة، إنما يكون فيها هذا التواصل وإقامة هذه الملتقيات وإقامة هذه المنتديات وإقامة هذه المسابقات سواء كانت وطنية أو على مستوى دولي. طيب أستاذ زغداني، في الأخير هكذا فقط، ربما لم نتحدث على دور المواطن، ما هي الرسالة اللي نوجهها للمواطن الآن ليتأكد أن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف يرافقه في كل الظروف ومن أجل حل المسائل الشرعية وأيضا كل المسائل المتعلقة أيضا بالحياة اليومية؟ نعم، احنا نعرف أنه المجالس العلمية على مستوى الولايات تؤدي دورا كبيرا في حل المشكلات بين المتخاصمين، سواء كانت مشكلات زوجية أو مشكلات بين شركاء في تجارة أو غيرها من القضايا التي يطرحها المواطن على المجلس العلمي في الصلح وفي الاستفتاء بشكل عام في كل ما يتعلق بأموره في العبادات وفي المعاملات، فهذه لم تتوقف يعني بشكل حضوري أو حتى بشكل عن طريق الاتصال بالهاتف. وعلى فكرة ربما حتى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنبهت هذا الأمر منذ أكثر من سنة، فتح الرقم الأخضر للتواصل مع اللي تمكن المواطن من الاتصال وتقديم استفتاءاته، فهذا لم يتوقف. ووزارة الشؤون الدينية هي مرافقة دائمة للمواطن، تقدم كل الخدمات التي هي مطلوب منها سواء بشكل حضوري أو بشكل إذا كان تعذر بشكل هذه الوساطة التي الافتراضي. نعم، المرافقة مضمونة. نعم. الأستاذ محمد زغداني الإطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أشكرك جزيلا. شكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا لك. إذن مشاهدينا متواصلون دائما معكم، ونمر الآن للحديث عن ظاهرة أخرى تشكل خطرا كبيرا على المجتمع وتحصد للأسف الكثير من الضحايا يوميا، ألا وهو الحوادث المتعلقة بتسرب الغاز غاز ثاني أكسيد الكربون. يعرف سوق الحميز إقبالا كبيرا للعائلات الجزائرية لاقتناء أجهزة التدفئة، أعوان الرقابة يسهرون أن تكون فعلا هذه الأجهزة مطابقة لمعايير السلامة والأمان المعمول بها دوليا من أجل الحفاظ على سلامة وأمن مستخدميها. نتابع الروبرتاج من توقيع ليندا مكي. مع بداية حلول فصل الشتاء يلجأ الكثير من المواطنين إلى اقتناء أجهزة التدفئة، إلا أن التخوف من مخاطرها لا يزال قائما عند المواطنين. بمناسبة دخول فصل الشتاء، أنه أول حاجة يركز على المدفأة تكون أصلية،
لان في هذا في السوق تاعنا راه كاين بزاف مدفئات غير اصليه وهذه تشكل خطر على المواطن. مدابيكم مدابيكم شوفوا حاجه مليحه حاجه دوريجين فيها المغرافيا كي تعود مغرافيا حاجه دوريجين ماشي مغرافيا طال شي اختوك منها ما تشيلوش منها زيد دراهم وحياتك تعيش حياتك. كاين اباراي هذه يستعملوها في الدار ممكن تشم ريحه الغاز باك تطفى تصوني تولي لاصونات. وننصح الناس اللي راه تركب لي شوفاج تشوف واحد اللي اختصاصي في التركيب. الناس هذو كيشري الاولى يخير ماركه شابه ما يتباعش رخيص ولا ودوزيامون يشري بالكارونتي حاجه فيها ضمان تاعنا لوكال فوالا. تروازيامون ما يديرش برايو ما يروحش ينستاليه بيديه يقولك انا نعرف جيب بلومبي جيب مولاميتي اللي يعرف. تدفق أجهزة التدفئة وغيرها من الأجهزة الكهرومنزلية على أسواقنا يجعل من المراقبة أكثر من الضرورة ضمانا لسلامة المواطنين. أنت كتاجر تجزئة ملزم تبيع جهاز تدفئة مرفقا بهذا الجهاز لتفادي كل تسرب للغاز. كل الأعوان مجندين لمراقبة كل هذه الأجهزة. ما تنسيش أيضا هذا الجهاز كاين بعض ممكن المواطن اللي ما يعرفوش اللي مصالح الرقابه تقوم به انه سواء تعلق الامر بجهاز مستورد او جهاز مصنوع محليا او مركب محليا فيه تقرير خبره بالنسبه خلينا نقولوا بالنسبه للاجهزه المستورده من الخارج يجب ان يكون هذا الجهاز مرفوق بملف الاستيراد. هذا الملف الاستيراد فيه بطاقه سكونابيل بطاقه لو سيتيكيت كونفورميتي بطاقه المطابقه. فاخذ الاحتياطات واجب كل مواطن من اجل شتاء دافئ. نعم من اجل شتاء دافئ وايضا من اجل شتاء امن بعيد عن كل الاخطار علينا اتخاذ كل اجراءات الحيطه والحذر من هذا القاتل الصامت. خدمه عموميه. تضاعفت إذن في الآونة الأخيرة وللأسف حالات الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون أو ما يعرف بالقاتل الصامت. ما هي أسباب استفحال هذه الظاهرة؟ كيف يمكن تفادي وقوع هذه الحوادث لتسرب الغاز؟ أهم الإرشادات والنصائح يقدمها لنا ضيف هذه الفقرة سيد حسن منور رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك. صباح الخير سيد منور. صباح الخير أخت كريمة. صباح الخير للجميع كل من يتابعنا على القناة. أهلا بك. إذن وللأسف لا يكاد يمر علينا أيام قليلة إلا ونسمع بحوادث تودي بحياة الكثيرين. للأسف مؤخرا بالعاصمة ببلدية باب حسن ثلاث ضحايا من عائلة واحدة جراء تسرب للغاز. كيف تحدث هذه الحوادث بداية حتى نشرح الوضع سيد منوار؟ يعني ربي يرحم هذو اللي ماتوا ونقول هذو العائلة تاع باب حسن الحماية المدنية والمصالح المعنية لقات أنه كان أنبوب اللي خرج الغاز المحروق كان مسدود. يعني هذا باش نقول واش هو يصير. نتكلم كثير على هذا الموضوع منذ سنوات ولكن للأسف الشديد كل عام لما يكون يقصح البرد تزيد الموت بأحد أكسيد الكربون. احنا كجمعية الأمل لحماية المستهلك عملنا كثير من يعني عمليات تحسيسية وكثير من الإجراءات واقتراحات ولكن اليوم نقول لازمنا نسترجع الحس الأمني. احنا كجزائريين نعرفوا رواحتنا كما نقولوا في السياره لما نقودوا السياره لازم نخافوا من حادث المرور ونحترموا القانون ونحترموا الاجراءات ونخافوا من هذيك السياره كما ايضا لما يعني نركب جهاز تدفئه ولكن تجي نشعلوا لازم نحذروا. احنا في شهر اوت قلنا انه العائلات الجزائريه لازم يبداوا يديروا الصيانه يعني المراجعه انوتلوتيان قبل ما يشعل هذاك الشوفاج لازم يدير له من ريفيزيون كيما السياره نوقفوها مده شهر ولا شهرين لما نجي نوضها لازم نحن نحوس لها الزيت نتاعها على الماء على الرمود يعني ندير لها مراجعه نفس الشيء بالنسبه للتدفئه حتى الانابيب المستعمله اكيد انت قلت شهر اوت اكيد تبدا العمليه قبل البرد لانه ما نعرفوش البرد ممكن يجينا في اكتوبر ونشعلوه في هذيك الليله هذيك لانه بردنا وكان هذاك الانبوب اللي خرج الغاز كان مسدود. هذا زاوش يجي درعش هذه اوساخ في بعض الاحيان احنا في الصيف نحيو هذاك الشوفاج لانه عندنا الضيق ولا عندنا اي مناسبه نحتفلوا بها في البيت ولا اي شيء نحيوه لما نرجعوه ما نرجعش بالطريقه السليمه. اذا ناخذوا وقتنا باش نجيبوا هذاك البلومبي ولا الشوفاجيست يعني المختص
باهي دير لنا مراجعه. يعني حنا كيما نروحوا عند طبيب نديروا ليزاناليز، كيما ندوز السياره تاعنا ندوها للميكانيسيا، كيما يخسرنا التليفون نروحوا نخدموها عند المختص، ما نخدموش حنا لانه نخافوا عليه. اذا نخافوا على حياتنا وحياه ولادنا ونروحوا نجيبوا المختص، لانه هذه شعله تاع نار رانا نشعلوا فيها في وسط الدار، وندخلوا لها الغاز اللي هو يقدر يطرطق ايضا، ونخرجوا منها الغازات المحروقه. اذا يعني هذا هو المشكل الكبير، لانه اليوم ما عندناش هذا الحس الامني باش نهتموا ونخافوا. نسمعوا بالناس يموتوا، ولكن دائما عندنا هذيك تاع تصير غير واحد اخرين، احنا ما تصيرناش. احنا جمعيه الامل لحمايه المسترك يعني منذ 2014 وحنا في يعني عمل تاع تحسيس واقتراحات. عملنا اقتراحات كثيره، ولكن الاهم منها هو الكشف اللي يكشف هذا المونوكسيد الكربون، هذا القاتل الصامت. كي نقولوا الصامت لانه احنا ربي كما خلقنا، ربي سبحانه كما خلقنا اعطانا الحواس نتاعنا، ولكن الحواس نتاعنا ما تكفيش باش نديتيكتيو هذا المونوكسيد، لانه هو غاز بدون غاز لون، بدون رائحة، لون ولا رائحة، بدون لون، ما يحرق، ما عنده الذوق. اذا الناس راهي راقده تصبح ميته، ولهذا حتى في العالم كامل اليوم تظهر جليا أهمية هذا الجهاز الكاشف ليكشف في حال وجود تسرب لغاز ثاني أحادي أكسيد الكربون. كيف يعمل هذا الجهاز، وما هي النصائح لاقتناء هذه الأجهزة، وضرورة وجودها الآن في البيوت، في بيوت الجزائريين، من أجل تفادي حدوث الكوارث؟ هذا ضروري جدا. كما درنا بعض الأجهزة للسلامة والأمن داخل السيارة ولا في مصنع ولا في اي مكان، نديره في البيت، هذا باه ينقذ الارواح نتاعنا. هذا جهاز ماهوش غالي، راهو يتباع اليوم في الجزائر ما بين 2000 3000 دينار، كان في بعض الاحيان 4000 دينار اللي هو مستورد من اوروبا. يتركب بكل سهوله يعني في البلافون ولا في الحيط، لازم يكون عالي، ما يكونش بعيد على المكان اللي فيه الجهاز التدفئه. هو على كل حال عنده يعني المسافه اللي يتحملها تلحق حتى 10 امتار، يعني يعني حتى هذاك الشوف بان نعمله في صال دو بان ولا في الكوزينه في المطبخ، يعني راح يديتيكتي هذا المونوكسيد دو كربون. لانه هذا الغاز هذايا لما يتسرب يطلع دائما للفوق، الغازات كامله يطلعوا للفوق، واذا نديروه عالي. وفيه بطاريه، على العموم كل الاجهزه اللي يتباع فيها بطاريه مضمونه 5 سنوات، ومره على مره لازم نجربوه، لانه فيه واحد القفله هنايا تاع باش نجربوه، لا يمشي ولا ما يمشيش، مره في العام قبل ما تبدا البرد ولا نجربوه. هذا ولكن هذا المنبه ما يكفيش وحده. السياره اللي فيها الايرباك وفيها لابياس ماشي معناتها نمشي بها 1200 كم في الساعه. نعود الى نقطه الحذر يعني اليوم احنا نقولوا طيب، اسمح لي باك نقولوا نشريو الجهاز يكون عنده مراقبه. هذه النقطه بالذات حبيت نوصل معك استاذ منور، في عمليه شراء واقتناء اجهزه التدفئه، ما هي المعايير، ما هي المقاييس اللي يجب ان ياخذها المواطن المستهلك عندما يروح لاقتناء جهاز للتدفئه اليوم؟ نحن شفنا جوله في الروبورتاج قبل قليل قبل بدء الحديث انه المواطنين يتوجهوا الى مختلف الاسواق، هناك عده ماركات عالميه مستورده، هناك اختيار كبير يعني في الاجهزه، كيف يتم اختيار جهاز التدفئه على الاقل يضمن عدم حدوث تسرب، عدم حدوث حادث مميت؟ يعني للاسف اليوم المخبر الوطني للاجهزه الصناعيه مازال ما عطانا حتى تقرير اللي يقولنا انه كاين هذه الماركه ولا هذه الاجهزه ممنوع يتباعوا. كاين بعض الاجهزه اللي هي ما عندهاش المخرج نتاع الغاز المحروق اللي شفناهم واحد الوقت يتباعوا، يعني الشوفاج يشعل فيه النار، ولكن يقول لك فيها فلتر ما فيهش يعني الانبوب، هذاك التويو اللي يخرج الغاز هذاك ممنوع باه نبيعوه وممنوع باش نشريوه، لانه وكانه يعني نعاود نرجع دائما للمثل، وكانه شينا السياره ما عندهاش فران، ما عندهاش الكبح، يعني هذا راه مشكل كبير. ولكن اليوم الاجهزه اللي يتباع، احنا وزاره التجاره يقولوا كاين رقابه قبليه، يعني قبل ما يخرجوا للسوق. احنا شاهدنا عمل اعوان الرقابه في مختلف الاسواق، وهنا يجب ان ندخلوا معهم عمل الجمعيات، جمعيات حمايه المستهلك وجمعيات امان بصفه خاصه، يعني من اجل المزيد من التوعيه والحذر أكيد. وايضا التحرك على الميدان اكيد. ولهذا احنا نقولوا يعني للزبائن المستهلك ما يروحش يشري في اي مكان جهاز تدفئه ما نشاش في السوق على حاف الطريق، وما نشاش قديم، لازم نروح نشاه جديد.
ونشري في محل اللي فيه دونسان يعني فيه علامه فيه عنوان فيه تاجر عنده سجل تجاري ونشوفوا هذاك المحل هذاك فيه رقابه لانه اليوم كاين بعض المحلات في بعض الاماكن نعرفوا ما فيهمش رقابه يعني يبيعوا بدون يعني بدون فاتوره بدون وصل تاع البيع هذاك معناتها ما عندوش رقابه ماهوش مسجل عند وزاره التجاره اما الاجهزه ايضا لازم نبحثوا كيما نبحثوا باه نجي نشري جهاز تاع التلفاز او الهاتف نبحثوا على الماركه والتقنيات واش فيه نبحثوا ايضا على هذا الجهاز هذا لازمنا ناخذوا وقتنا ماهوش اليوم خرجت نروح نشري جهاز نجيبو للدار ونركبو بسرعه لازم ناخذ وقتي باش نبحث ثم ايضا التركيب ديالو التركيب ديالو والتركيب ماهوش غير نجيبو الغاز خاصة هو أحادي أكسيد الكربون ما يجيش من الغاز اللي يجي الغاز المدينة راه يجي من الغاز اللي هو اللي عدم يعني الكمية يتحرقش مليح النار ما تشعلش مليح يخرج غاز اللي هو اللي هو اللي هو يعني يستهلك كل أكسجين اللي في البيت إذا الأنبوب التسمم نمشي للأنبوب هذاك اللي يخرج الغاز ما راهوش كما نشوفوا بعضهم يعملوه بالألمنيوم الكارت الألمنيوم هذاك راه ينفع الـ 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 يعني التبريد لا فونتيلاسيون لا في ام سي يعني ماهوش الشوفاج اذا قلت قبيله على الديتكتور ولكن ماشي معناتها ماهوش معناتها نيجليجي ولا ما نوصل فقط سيد منوار وللمزيد من الايضاحات وايضا بلغه الارقام ايضا حلقه مهمه في مكافحه هذه الظاهره الا وهي جهاز الحمايه المدنيه الذي يلعب ايضا دور مهم من اجل احتواء هذه الظاهره من اجل التوعيه وايضا نجده المواطنين في حاله حدوث اي خطر لا سمح الله من تسرب الغازات معي على المباشر الملازم كريم بن حفصي رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية أهلا وسهلا بك سيدي تحية صباحية لك سيدتي المحترمة وللحضور الكريم معك في البلاطو ولكل من يشاهدنا ويسمعنا من خلف الشاشة نعم سيد بن فحصي إذن حدثني بداية وبلغة الأرقام إن أمكن عن الحصيلة المسجلة خصوصا مع بدء فصل الشتاء انخفاض الكبير لدرجة الحرارة هناك عدة تسربات للغاز وعدة تدخلات لمصالح الحماية المدنية بلغة الأرقام هل من جرد لهذه الحوادث على المستوى الوطني خاصة تلك التي تدخلتم فيها والتي كادت أن تودي بحياة الكثيرين لولا التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية فعلا بلغة الأرقام مصالح الحماية المدنية أو المديرية العامة للحماية المدنية ستعقد ندوة صحفية تتطرق من خلالها إلى شرح بالتفصيل عدد المتوفين عدد المسعفين عدد المنقذين عدد التدخلات كل الأرقام ستقوم بها المديرية العامة للحماية المدنية خلال هذه الأيام القليلة القادمة ممثلة في المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام اللي من خلاله سيوافي السادة الصحفيين ووسائل الإعلام بمختلف الأرقام فقط أنا أقول أزيد من 120 متوفي لهذه الزنة أزيد من 120 ضحية توفت من جراء استنشاقها للمونوكسيد الكربون باختلاف المناطق وولاية الوطن باختلاف الأسباب سواء كان عن طريق استنشاق لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة أو المنبعث من المسخن الماء أو مسخن الحمام الشيء المهم جدا في هذه التدخل أو في هذا المحور الذي نناقش الآن على المباشر في التلفزة الوطنية هو أنه لابد المجتمع المدني وكل أطياف المجتمع المدني يرفعوا من درجة الحيطة والحذر بخصوص الاستعمال العقلاني للغاز أو وسائل التدفئة التي تعمل بغاز البوطان أو غاز المدينة جميل جدا الضيف الذي يحضر معك وقال أنه هناك فرق بين الاختناق بالغاز اللي يكون في قارورة غاز البوطان أو الذي يأتينا في الأنبوب الغاز المميع الذي يجينا عن طريق الكونتر ويدخل للدار باش نديره في المدفأة ومسخن الماء القاتل الصامت هو أحادي أكسيد الكربون لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له ولا يرى بالعين المجردة هذا هو الخطير جدا هذا هو اللي راه يشكل لنا عائق كبير يقضي على العائلات مثل ما شفنا على مستوى مختلف وسائل الإعلام في مدينة بابا حسن أين عائلة كلها أو بأكملها أغلق دفترها العائلي كذلك على مستوى ولاية باتنا على مستوى ولاية الجلفة مختلف ولاية الوطن نسجل بين الفينة والأخرى هذه الاختناقات من جراء الاستعمال غير عقلاني لهذا الأدوات فقط أنا أذكر باسم رجال الحماية المدنية للمجتمع المدني ولكل من يسمعنا ويشاهدنا من خلال التلفزة نقول أنه ضروري جدا أن نترك منازل التهوية لأنه البرد لا يقتل الشخص
لكن القاتل الصامت يقدر يقضي على عائلة بأكملها. كذلك نوصي العائلات الكريمة وأرباب الأسر بالمتابعة الدورية والصيانة اللحظية والفورية لهذه الأدوات. إذا كانت المدفأة نتاعي فيها الشعلة باللون الأزرق فهي سليمة من خطر أكسيد الكربون، بمعنى الاحتراق يتم كاملا. إذا كانت هناك شعلة باللون البرتقالي أو الأحمر هناك خطر الأكسيد الكربون وما نقدروش نشوفه بعيننا وما نقدروش نشوفه. وهنا يجب الاتصال بالمختص كما أشار السيد من ورق بالقليل، لأنه يجب التعامل مع المختصين. كيف لأعوان الحماية المدنية أن يوصلوا كل هذه النصائح لمختلف سكان ولايات الوطن، خاصة بالمناطق النائية حيث تنخفض في هذه الأثناء درجة الحرارة بشكل كبير جدا، خصوصا فيما يتعلق بضرورة ترك منافذ للتهوية وأيضا التقرب من المواطنين قبل حدوث هذه الحوادث؟ نعم، المديرية العامة للحماية المدنية وعلى رأس العقيد حضرة العقيد بوعلام بوغلاف والطاقم المسير للمديرية العامة أطلقوا حملة وطنية للتحسيس من خطر الاختناق بأحادي أكسيد الكربون يوم 14 أكتوبر الماضي، وستدوم إلى غاية 31 مارس من السنة الحالية. هذه الحملة التحسيسية تجوب مختلف القرى والمداشر والمدن والأحياء السكنية والعمارات والبيوت الخاصة من أجل إيصال هذه النصائح والإرشادات، طبعا بالتنسيق مع الشركة الجزائرية للتوزيع الكهرباء والغاز، بالتنسيق مع مصالح التجارة، بالتنسيق مع مديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف من خلال دروس وخطب الجمعة، كذلك من خلال وزارة التربية، من خلال المديريات الولائية للتربية من أجل الولوج إلى المدارس والمعاهد والمتوسطات والثانويات، كذلك بالتنسيق مع التكوين المهني والتمهين من خلال مراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد، من خلال وزارة الصحة ممثلة في المديريات الولائية للصحة والسكان لأجل الولوج إلى مدارس شبه طبي. كل هذه الهيئات المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات الدولة تشتغل في هذا المحور لأجل إيصال النصائح. نعم، الكل إذن الكل يجب أن يتجند من أجل القضاء على هذا الخطر وتفادي حدوث الكوارث. إذن السيد الملازم كريم بن فحصي رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للجمارك، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات، وأعود للسيد حسن مروار للحديث عن تجند كل هذه الأطراف لمزيد من التوعية بالحيطة والحذر للقضاء على هذا الخطر، دور جمعيات المستهلك في الوصول إلى المواطنين قبل حدوث الحوادث. هو دورنا الدور، لأنه هذا هو المهم، أن نصل قبل حدوث الحادث. أكيد نتجنب أكيد حدوث الحادث أكيد، ولكن هذا عامل يعني أننا كلنا مسؤولين فيه. نعم، جمعية حماية المستهلك ما تقدرش توصل إلى كل بيت باش تعمل تحسيس. مثلا التلفزيون الجزائري راه شريك معنا في عملية تحسيسية، وأنا شايفين يعني حتى كل يعني الوسائل الإعلام راح في كل سنة في هذا الوقت يعني نشاركوا معها في عملية تحسيسية، ولكن أيضا الجمعيات عندها الدور تاع اقتراحات حلول. مثلا احنا عملنا دراسة وكاين أيضا جمعيات أخرى عملوها، كيفاش نعوض هذا طريقة التدفئة في البيت، هذا الشوفاج هذا اللي يشعل فيه نار كبيرة داخل في وسط البيت بالتدفئة المركزية، هذا الشيء راه موجود ومستعمل به يعني في مثلا السكنات الراقية، ولكن لما لا في السكنات الاجتماعية. احنا عملنا الدراسة وبينا بليك هذه الطريقة ماهيش راح تستقام أكثر من 180 ألف دينار، يعني لما نبنيو سكن في 3.4 مليون دينار ونزيدوا لها 180 ألف دينار أكيد أنه راح نحيو كل مخاطر نتاع يعني الاختناق بالمونوكسيد الكربون او مخاطر نتاع يعني انفجار او تسرب غاز المدينه داخل البيت. هذا ايضا والجمعيه يعني زياده على العمليه التحسيسيه للمواطنين رانا عملوا ايضا يعني نداءات للمسؤولين لتكفل بهذه الاقتراحات. مثلا في وزارة السكن مع كل السكنات أنا نبنيوها لما لا ما نستعملوش هذه الطريقة تاع التدفئة، لما اليوم نبنيو يعني عدد كبير من السكنات وما نديروش فيهم التدفئة المركزية كما في دول أخرى، أنا معناتها راح نخلي الفرصة الخطر يبقى قائم. لماذا يعني مثلا ايضا عندنا عمل اقتراحات وحطينا ملفات في كل يعني عند السلطات والمصالح المعنيه باش هذا المنبه يرجع مقنن، يرجع يعني حتميا داخل البيوت. مثلا كل السكنات اللي نبنيوها اليوم وقبل ما نوزعوها الصونه الغاز ما تطلقش الغاز وما تمدش الكهرباء ولا ما فيش منبه داخل البيت. بهذه الطريقه هذه اللي رايحين لانه التحسيس وحده اليوم
كما في مجال يعني السلامة المرورية، كما مثلا في مجال كوفيد 19 التحسيس وحده ما يقفيش، ولو ما عملناش قوانين باش نعمل إجبارية الكمامة وإجبارية يعني الحجر الصحي في البيت ما يكفيش التحسيس وحده. إذن اليوم ثانيك ما نتكلوش غير على الجمعيات يعملوا غير التحسيس تحسيس تحسيس والناس راهي تموت كل عام. هذه أكثر من 10 سنوات والجمعيات وحماية المدنية وصلنا الغاز ووسائل الاعلام يعملوا في التحسيس، ولكن في الاخير اليوم قلنا الجزائري عنده ما عندوش هذاك الحس هذاك يعني تامني به ما يخافش ما يخافش يعني كل شيء يقول لك ما تصير ليش اليوم. تعرفين نتكلموا وانا عارف كاين بعض البيوت اليوم راهم يسخنوا بالطابونه، يعني احنا نقول نعاودوا الطابونه للطياب وتندار في خارج البيت لانه الطريقه تاعها كيف مخدومه مصنوعه. نشير ايضا الى خطر غاز البيوتان، غاز البيوتان مثلا خاصه في المناطق النائيه خاصه في القرى حيث يستعمل هذا النوع من يعني من الغاز بكثره ويستعمل من ذلك اكثر من ذلك اليوم دون ترك اي منافذ للتهويه، اكثر من ذلك يسخنوا بالنار تاع الحطب. عندنا كثير من حالات صرات عند حراس في الليل في اماكن بارده يشعل النار الحطب ويشعل به النار، وما عاد يقول لك بكري كنا يعني كانت البيوت نتاعنا نسخنوا بها بالكانون كما نقولوا، ولكن هذاك الوقت البيوت كانت فيها منافذ للتهويئه، كان فيها القرمود يخرج منه الهواء، كان يعني ما يغلقوش الناس يدير لك طاقه بالالومنيوم مثلا وين فيها العزل ما يخليش الهواء يدخل، وما عاد يقول لك ما عنديش تهويئه. اذا اليوم كنا عاود نرجع لنصائح المستهلكين والمواطنين نقول لهم حتى ولو كان عندك يعني الشوفاج شريته بطريقه مليحه وماركه وعالميه وما فيهاش تسرب، حتى ولو كان التركيبه تاعك خدمها لك ان بلومبي مليح، حتى ولو كان عندك المنبه، ولكن دائما خلي النافذه مفتوحه. شويه تاع البرد ما يقتلش، ولكن شويه تاع المونوكسيد دو كربون يقتل ويقتل العائله بكاملها. اليوم نقول الناس ولا ما عندوش باه يشري شوفاج ولا ما عندوش باه يجيب بلومبي يصبر حتى نهار يشري الشوفاج وما يستعملش اي اداه للتدفئه، لانه البرد وحده ما يقتلش، ولكن الخطا البسيط والصغير في هذا الامر هذا راهو شفنا واش صاري، عائله كلها كما قلت حمايه مدنيه تموت ودفتر عائلي كامل يتنطوى. والارقام مهوله، والارقام اليوم في عجاله رساله هذا 120 في 30 ثانيه الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره لازمنا نتعلموا كيفاش نحاضروا ونكونوا مسؤولين على العائله تاعنا. اليوم كل واحد في الليل كي يجي يغلق الباب تاع الدار خلينا نغلقوها، كاين واحد اللي يغلقها هذاك اللي يغلقها راح يفتح طاقه يفتحها شويه. نعاود نقول الحذر ثم الحذر، الحذر ثم الحذر. نعم السيد حسن من وراء اشكرك جزيلا على هذه النصائح، نتمنى ان تلقى اذان صاغيه وان نسمع بمزيد من الحوادث خاصة تلك التي تودي بالأرواح أرواح عائلات بأكملها. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا متواصلون دائما معكم، ووصلنا الآن إلى موعد التاسعة الإخباري مباشرة من استوديو الأخبار. موجز الإعلام الأنباء من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم. بداية ترأس أمس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد التبون ترأس اجتماع للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد لا سيما السياسي والاقتصادي والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي. وبعد أن أعطى رئيس الجمهورية الكلمة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أمر السيد الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة الآتية: دعم انطلاقة اقتصادية قوية خاصة بعد الركود الذي خلفه وباء كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني وانهيار أسعار النفط، وضع مخطط لتشجيع وتحفيز المنتجين بإشراك القطاعين الخاص والعام. وبالمناسبة حيا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد التبون المجهودات المبذولة من أجل المحافظة على الاستقرار العام في محيط إقليم متوتر وجد معقد. وفي الختام ألح السيد الرئيس على ضرورة إبقاء اليقظة والحذر على جميع المستويات لتمكين الجزائر من ولوج المراحل المهمة المقبلة بما يتكيف وتحديات العام 2021 مع التطورات غير المسبوقة التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة وخاصة
ضمن المجال الإقليمي المجاور. في التعاون الطاقوي تستأنف اليوم أشغال الاجتماع الوزاري 13 لدول أوبيك وغير أوبيك بمشاركة وزير الطاقة عبد المجيد عطار من أجل الخروج باتفاق نهائي حول رفع مستويات إنتاج النفط من عدمه، وهو الاتفاق الذي لم تتوصل إليه البلدان المشاركة طيلة يوم أمس الاثنين، مما استدعى تمديد النقاشات يوم آخر. عبد المجيد عطار أشار إلى أن العديد من المشاركين في هذا الاجتماع قد أبدوا مخاوفهم بخصوص سوق النفط، مضيفا أن المراقبين يركزون حاليا على مدى نجاح عمليات التلقيح عبر العالم والفترة التي تستغرقها. إلى الوضعيات الوبائية بالبلاد والتي سجلت تراجعا مقارنة بالأيام الأخيرة، حيث سجلت أمس 237 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 100,645 حالة مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 67,999 من بينهم 191 أمس. كما سجلت أمس 5 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 2,777 وفاة رحمهم الله. بقصر المعارض صنوبر البحري بالعاصمة الجزائر تنطلق اليوم الحملة الوطنية للتبرع بالدم تحت شعار أتبرع بدمي أنقذ حياة، من تنظيم الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وهذا بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية والوكالة الوطنية للدم. وتهدف العملية لضمان رعاية صحية جيدة خلال العمليات الجراحية وللذين هم بأمس الحاجة لكميات من الدم. دوليا وفي شأن الفلسطيني، اقتحم مستوطنون يهود باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية. في سياق متصل، جرفت قوات الاحتلال أراض زراعية لمواطنين فلسطينيين في قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، في وقت واصلت فيه فرض الإغلاق التام عليها بعدما اعتقلت 20 مواطنا. وتشهد قرية دير نظام اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال وهجمات من قبل المستوطنين الذين يسعون للسيطرة على منابع المياه بالقرية. عن جديد الملف النووي الإيراني، أعلنت طهران يوم أمس أنها باشرت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 20%. ويأتي المسعى الإيراني حسب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية لمواجهة العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الأمر يمكن التراجع عنه في حالة رفع هذه العقوبات، إذ تراهن طهران على عامل الزمن إلى حد ما بعد 20 جانفي الحالي وتصميم جو بايدن رئيسا لأمريكا لتتضح الصورة بالنسبة لجميع الأطراف. وكانت واشنطن عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب كانت قد انسحبت من اتفاق 2015 معتبرة إياه غير كاف لتطويق قدرات إيران النووية. وعن جديد وباء كورونا عبر العالم، أعلنت بريطانيا فرض حظر شامل على مواطنيها ابتداء من نهار اليوم وإلى غاية منتصف فبراير المقبل للحد من تفشي الفيروس وخاصة السلالة الجديدة منه، والتي وصل متوسط انتشارها إلى 50,000 حالة إصابة يوميا. المملكة المتحدة بدأت أمس استخدام لقاح أسترازينيكا الذي تستخدمه أيضا كل من الهند الأرجنتين والمكسيك، لكن انتقادات كثيرة رافقت عملية التلقيح نظرا لبطئها وعجز المختبرات عن مسايرة الطلب الكبير على اللقاح. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله.
أحييكم من جديد، ما زلنا مستمرون دائما معكم، ونواصل أيضا الآن في ملف التوعية والتحسيس، حيث ننتقل إلى موضوع آخر بعد أن تحدثنا منذ قليل عن ضرورة الحيطة والحذر في استعمال أجهزة التدفئة خاصة في هذا الفصل البارد. نتحدث الآن عن توعية أخرى، ألا وهي الحد من حوادث المرور، كيفية صيانة المركبات لضمان السلامة المرورية، خدمة عمومية. عشرات الضحايا أيضا تخلفها العديد من حوادث المرور التي أصبحت ظاهرة تستفتحل وللأسف في مختلف المدن الجزائرية في الشوارع. نتحدث اليوم عن هذه الظاهرة بالنظر إلى حالة المركبة، هذه المركبة التي تستدعي منا الصيانة، تستدعي أن نهتم بها كثيرا من أجل أن نتفادى وقوع الحوادث. كيف نقوم بصيانة السيارة؟ كيف نتفادى وقوع هذه الحوادث؟ ماذا عن أخر التدابير المتخذة أيضا لضمان السلامة المرورية في كل الحظيرة الوطنية للسيارات؟ للتفصيل في الموضوع أرحب بالسيد مصطفى جرعون، ممثل عن وزارة المناجم. صباح الخير سيدي. صباح الخير، أهلا، شكرا. أهلا وسهلا بك. إذن الحظيرة الوطنية للسيارات هي اليوم تتجدد، وهي فيها أيضا من السيارات القديمة والسيارات الجديدة. كيف يتم تقييم هذه الحظيرة الوطنية من طرف وزارة المناجم بالنظر إلى معيار السلامة المرورية للسيارات التي تسير يوميا في مختلف شوارع الوطن؟ شكرا. قبل التطرق إلى هذه النقطة، أود أن أذكر أن المركبة يعني هي عنصر من ثلاث عناصر اللي تحتوي على النظام النقل او النظام النقل او السيستم تريبتيك دو ترونسبور. دونك هذه العناصر هذه الثلاثة منها يعني الإنسان والآلة والمحيط. عندما نتكلم على الإنسان يعني هو السائق، وعندما نتكلم على الآلة وهي المركبة والمحيط وهو او المحيط الطريقي وهو الانفيرمون روتي. فيما يخص العنصر الأول وهو العنصر السائق البشري، يعني هذه تكفل به وزارة النقل من خلال مدارس التعليم السياقة، تأتي بعد ذلك الانفيرومون روتي أو المحيط الطريقي، يعني تتكفل به كل من وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العمومية، يعني باش تكون هذا المحيط الطريقي او الانفيرومون روتي يكون فيه متكفل من جميع النواحي، يعني من الطرق تكون يعني صالحه، الاناره والاشارات تكون واجده، يعني نبدا فيها الاشارات افقيه والموموديه، لا سيناليزاسيون اوريزونتال اي فيرتيكال، وتاتي من بعد المركبه. المركبه يعني احنا وزاره المناجم تتكفل بما يخص مراقبه مطابقه المركبات. طيب. هذه من الصلاحيات وزارة المناجم، وهذه تأتي من الأول بعد الصانع، لأن الصانع عندما يصنع المركبة عنده معايير وعنده مقاييس عالمية وقوانين لابد أن يطبقها. تبدأ من الصانع، دفتر شروط، دفتر شروط الصانع، المسؤولية تاعه هو تطبيق هذه المقاييس المعرف بها أو المعترف بها دوليا، وبعد استكمال المركبة كمنتوج كامل ان برودوي فيني، ياتي المرحلة هذيك، ياتي الخبير المناجم لمعاينة او مراقبة هذه المركبة. طيب. وهذه المرحلة الأولى يعني اللي عندها أهمية بالغة لكي تكون سلامة مرورية من ناحية المركبة. حتى نكون أكثر وضوح وبلغة بسيطة فقط، هنا نستشف من كلامك أن كل المركبات التي تسير في الطرق التي تحويها الحظيرة الوطنية للسيارات هي مرت عبر هذه الخطوة، أن تتم فيها المراقبة لاحترامها لكل المعايير، معايير السلامة، قبل ما أن تصل إلى السائق. بعبارة أخرى، كل مركبة هي مرقبة وتحمل بطاقة تسجيل أي سيرتيفيكا ديماتريكولاسيون بما يعرف بطاقة رمية، هي أومولوجي، هي معتمدة وتم مراقبتها من طرف خبير المناجم. هذه بالنسبة لكل الحظيرة الوطنية. الحظيرة الوطنية اليوم حسب الإحصائيات الأخيرة حوالي 80 ملايين مركبة. الحاضرة لو بارك ناسيونال دوطوموبيل اي ساكسيالمون انفيرون 8 مليون دو فيكيل.
من قبل كانت عندما كانت حوالي 4 ملايين كانت حوادث المرور تعصب بحوالي 4000 قتلى سنويا. الان رانا في 8 ملايين مركبه، مازال نفس العدد الاجمالي اللي هو حوالي 4000 قتيل سنويا. يعني مالغري هي حصيله ثقيله، تطور يعني بقات نعم. ثقيله لكنها بقات يعني في نفس المستوى. مثلاً والان ماذا بيا نوضح واحد الامور، يعني المراقبه تاع المركبه هي الى جيت سور الكونترول لو فيكيل تروا زاكتور، عندنا ثلاث عناصر هما اللي متخصصين في مراقبه المركبات لكي نصل الى السلامه المروريه نعم. يعني الحقيقيه. الاول هو العنصر هو اللي دخل على المركبه، هو خدم المناجم بما يخص الهومولوغاسيون كونترول كونفورميتي، ياتي من بعد عندما تاتي بعد المراقبه المطابقه من خبير المناجم ياتي المراقب التقني للمركبات وهو تحت اشراف وزاره النقل. نعم هذا 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 فحص تقني محض يعني اترافير دي لوجيسيال. من قبل كان خبير المنجم هو يدير بين عين المرجر هذا، والان هذه العمليه شاهدت تطور من اجل الكشف على اي خلل موجود نعم. في السياره. مع تطور تقنيات التكنولوجيا سكرابيل تي سي اصبح دوك لي زابليكاسيون ديال لوجيسيال كي كونترول لو كونترول تكنيك اوتوموبيل، هذا مكلف به وكالات معتمده للمراقبه التقنيه. وياتي من بعد كذلك العنصر الثالث اللي دخل في المركبه كذلك وهو عنصر اساسي وهو خبير مقيم لدى شركه تامين. طيب وهنا كاين خلل من العنصر الثالث، ما كاش تنسيق خبير المناجم وزاره المناجم مع وزاره النقل، كاين يعني تنسيق دائم و نديروا اجتماعات نتلاقاو في يعني عندما يكون اطراء قوانين جديده ولا يكون فيه تنسيق. من مع الاسف الخبير المقيم وهو اللي يصدر بعض المركبات اللي سكون ابل فيكيل ريفورمي. الفيكيل ريفورمي هي من صلاحيات هذا الخبير المقيم لدى شركه التامين. لدى شركه التامين. نعم. لاحظنا بعض الخلل، بعض المركبات اللي هي اعطيت لها عدم السير، عدم الخدمه، اصبحت عدم الاصدار ديال فيكيل ريفورمي وتم اصلاحها من بعد واعادتها الى الحظيره الوطنيه. كيف يتم التصرف في هذه الحاله؟ ما هي تدابير الاجراءات المتخذه من اجل تطهير الحظيره العموميه من هذه الحالات للسيارات، من هذه الحالات السيارات اللي فعلا انتهت اثبت الخبير انه غير صالحه للاستعمال، ولكن نلاحظ انها تبقى تسير في بعد ما يتم اصلاحها بطريقه او باخرى تبقى تستعمل في الطريق. هذه من صلاحيات شركه التامين. طيب عندما الخبير المقيم او خبير السيارات لدى شركه التامين يصرح ويدير محضر بان المركبه غير صالحه للاستعمال، يعني فيكيل ريفورمي، لابد من اخطار مصالح الولايه كي بطاقه رماديه تسترجع وتروح للولايه، مصالح الولايه مكلفه ببطاقات رماديه، والمركبه تروح للتحطيم، تروح عندنا شركه الاسترجاع، عندنا شركة استرجاع مكلفة بالنفايات الحديدية والغير الحديدية وبور دو فير لوريسيكلاج ريسك إعادة ريسك لها. وهنا الخلل يكون عندما لا يتم يعني إبعاد هذه السيارة نهائيا عن الخدمة، عندما يتم إرجاعها إلى الطريق. من هو المسؤول عن هذه العملية وكيف نتم ردع من يقومون بهذه الأشياء قانونيا، يعني باستعمال الوسائل القانونية، كيف نتصرف في هذه الحالة؟ أنا ذكرت المسؤولية تعود في عدم التنسيق بين الثلاث عناصر، بين الخبير المناجم والمراقب التقني للسيارات والخبير المقيم لدى شركة
وهناك نقطة عدم تنسيق. أنه الكثير من السيارات في هذه الحالة قد توجه قد يتم تفتيتها وتستعمل قطع الغيار حتى وإن كانت غير صالحة، وهذا يقودنا إلى الحديث إلى موضوع قطع الغيار المغشوشة المقلدة غير الصالحة للاستعمال أيضا. كيف يتم مسح السوق الوطنية لقطع الغيار وتطهيرها من هذه الحالات أيضا، وضمان أن كل قطع الغيار المسوقة هي على الأقل صالحة للاستعمال إن لم نقل يجب أن تكون قطع غيار أصلية؟ وهذا مشكل آخر. نوعية القطع غيار هذا مشكل عويص. لماذا؟ في البلدان المتقدمة يعني المتقدمة في هذا الميدان عندها مخابر لتحديد نوعية كل قطع غيار. للأسف لحد الآن لم يوجد هناك حسب عبر التراب الوطني أي مخبر معتمد مكلف بمراقبة نوعية القطع الغيار، وهذا يقدر يكون من صلاحيات إما من وزارة الصناعة أو وزارة النقل أو وزارة المناجم أو وزارة التجارة. يعني ما هنا نقدر نديرو مخابر معتمدة يتكفل بها وزارة الصناعة أو وزارة المناجم، من الأفضل وزارة النقل. لماذا؟ لأن وزارة النقل هل هناك تفكير في المضي نحو هذه الاستراتيجية؟ هل من اقتراحات من أجل فرض إجراءات ردعية، إجراءات وقائية لمراقبة قطع الغيار؟ نعم، حسب علمي المؤسسة الوطنية لمراقبة التقنية يوناكتا يعني باشرت عندها عدة سنوات باش تاخذ بعين الاعتبار الملف هذا تاع مراقبة نوعية القطع الغيار، وعندها وجابوا يعني عندهم مخبر متنقل، ومن بعد تبينت صلاحيات ان صلاحيات مراقبه مازال ما بانش، شكون اللي يتكفل بها مراقبه القطع الغيار ما بانتش، يعني شكون اللي يتكفل بها اسك وزاره الصناعه او التجاره او النقل، يعني قعدت حبر على الورق. وهذا شيء مهم لابد، انا نوجهني دائما من اليوم لابد من وضع قوانين يحدوا مصالح ليكون فيها مخبر مراقبه نوعيه القطع الغيار يعني ساريه المفعول. وهذا في بان تدخل قطع غيار غير مطابقه تدخل السوق كيفاش تدخل؟ احنا عندنا سيد جرعون 6.73% من حوادث المرور المسجله في الجزائر سجلت بسبب فقدان السيطره على السياره، وهذا يقودنا مباشره انه ناكد على ضروره صيانه هذه السياره بالاعتماد على خبراء مختصين في هذا المجال. كيف للمواطن اليوم ان يتاكد من سلامه سيارته؟ لانه المواطن بالنهايه ليس خبير في الميكانيك، ليس خبير في صيانه السياره، كيف يكون هو بحد ذاته السائق متاكد ان سيارته اللي مشى بها ربما 5 سنوات حتى 10 سنوات كيف يكون متأكد أنها فعلا مطابقة للمعايير القانونية للمعايير السلامة المرورية وأن يمشي بها في الطرقات بكل سلامة بكل راحة واطمئنان؟ في هذا النوع هي تكون صيانة المركبات شركات خاصة الشركات الوطنية يطبقوا سكولابيل لا مانتونس بريفونتيف، الصيانة الوقائية يطبقوها. ومن الأسف أغلب المواطنين ما يتبقوش الصيانة الوقائية، يتبقوا لا مانتونس كيراتيف الصيانة التصحيحية، يعني ينتظر حتى المركبة الإجبارية أيضا يصير فيها عطب باش يروح يعني الميكانيكي ولا، رغم أنه كاين بعض الطرق بسيطة يقدر يديرها المواطن ووزارة النقل عند إصدار رخص السياقة الجديدة عنده يعني شابيت يدير فيها التكوين يكونوهم في مجال صيانة المركبة في بالبيرمي أكوندوير جديد. هذا رخص السياقة الجديد لابد من المواطن عندما يتحصل على رخص السياقة عنده يدير فيه التكوين في مجال الصيانة. نعم. ويعني كاين أشياء بسيطة عندما نتكلم على الصيانة بريفونتيف صادرة وقائية، يعني ما نستناش حتى المركبة يصرى فيها عطب، نقدر ندخل مثلا
الفيزونج فيزونج الزيوت تغيير الزيوت احترام كل المعايير الدورية السيارة وأيضا احترام كل المعايير المطلوبة في اختيار قطع الغيار في حالة حدوث تغيير أو خلل في قطعة معينة. للمزيد من التفاصيل ربما للاستماع أكثر أيضا لانشغالات المواطنين حول اقتناء قطع الغيار نستمع لهذه الأراء، هذا الصبر للأراء حول اقتناء قطع الغيار، ثم وصل النقاش مع ممثل وزارة المناجم. الساعه هذه احنا اللي تروح ليك تايوان الدوريجين ما كانش خلاص، وكي تروح للبياس دي طاشي واش يقول لك هذه دوريجين وهذه تايوان، جيب هذه تلقاها تايوان بعد. احنا في الجزائر ما كانش واحد يقول لك ندي باني برك، وهو ما عم بالوش بلي راح يومين ثلاثه يزيد يعاود ينحيها، يقول لك انا ندي باني وبالكش مبيحه وعلاه نزيد نشريها حاجه دوريجين وعلاش هذا ولي خلانا احنا ما كانش بريمير ناقصه خلاص، ما كانش نهائيا تقريبا ما كانش من دوزيام تروازيام وتركبها ايامات زيد تحبس بها حاجه مش دوريجين هاي تفزت ديجا ما تحكمش واحد شهر ولا شهرين تفزت. انا عندي سياره اللي مطلي فيها اكثر من ولادي نروح لاكاس ما نروحش خلاص بيزيطاش نروح لاكاس اموات تلقاها نقول لهم ماشي تعرف لا غارونتي تحب اللي راهي نظيفه، وكي تروح تشريها دوريجين تلقاها مش مليح تشري بيستون يقول لك هاو مليح تجيبو تحطو ثم يقوميك. انا نحب نفضل حاجه اصليه كويسك حاجه اصليه كي تحطها تنساها، مش كيما حاجه تايوان وتقول خلي نقص دراهم ومن بعد تحطها وتعاود تعاود تسمى تفزد لك تزيد تعاود تشري، فهمتني؟ باش تحط حاجه اصليه لا بغا تزيد دراهم مليحه. وكاينه قطعه اصليه كيما نقولوا حنا نجيبوها من لوزين بار اكزومبل كيما نقولوا حنا من مصنع اصلي، وكاينه السلعه كيما نقولوا حنايا تروازيام شوا بار اكزومبل ان بلاكات دو فرا يجيك كليون نقولك عطيني بلاكات دو فرا تعطيه بلاكات دو فرا بار اكزومبل هذه تعمل 844 الكليون يقولك غاليه عليا بصح هي دوريجين، وكاين كليون اللي يحوس على 900000 يقولك انا ما عنديش يعني فرق تاع 750 فرق تاع 750 بين السلعه الاصليه والسلعه ماهيش اصليه ما على بالوش هو بلي بلاكات دو فرا تقتل بلاكات دو فرا بلاكات دو فرا تقتل. نعم إذا عدة انشغالات خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار الأصلية والمقلدة. سيد جعرون، ما هي ربما اليوم الإجراءات المتخذة من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالقطع الغيار الأصلية؟ لأن هذه المعضلة، المواطن لا يجد قطع الغيار الأصلية في غالب الأحيان، وإن وجدها يجدها بأسعار مرتفعة جدا. احنا في هذا الشق احنا اقترحنا احنا باش يكون يعني قبل استيراد، لأن معظم قطع الغيار هي مستورده، قبل الاستيراد لابد من معرفه المصدر الحقيقي للفرنسير، لازم يكون العنوان تاعو يكون المصدر يكون معروف، وكذلك يعطي له يعني كل قطع غير يكون فيها سكون ابل سيرتيفيكات كونفورميتي. نعم بطاقه لابد منها شهاده المطابقه يعني اللي صادره من طرف المصدر يعني الفورنيسور. وكذلك اقترحنا باش يكون يعني رانا احنا نديروها في وزاره المناجم، عندنا بعض القطع وبعض الاخر نديروا لها الفحص قبل الاستيراد. طيب مثلا نعطيك في قرارات السيرغاز، قرارات السيرغاز هي يعني عنصر من السياره، هذه قبل ما تدخل الى التراب الوطني يوضع عليها يعني تحاليل له وليزيسي للتست في المعمل الرئيسي في الخارج، ويحضر معه خبير المناجم يحضر. أيوة. تم يدير لي تست قبل دخولها فيها لي تست يعني سيفر لي تست سيفر قبل دخولها. لماذا ما نديروش معظم القطع الغيار قبل ما الى استورد خلاص استورد وراه في السوق، المواطن ما يعرفش، المواطن اللي فيكتيم الفيكتيم، وهذا راجع الى عدم وجود مخابر معتمده. لابد وحنا على بالنا بلي السنوات الاخيره سلطات يعني السلطات راهي اي سون كونسيون لابد من مخابر مراقبه قطع غيار. الماكينات الكبيره او نقدروا نديروها لتسديه قبل استيرادها. احنا رانا نديرو توسكي جي بي ال، ليكيت جي بي ال سيرغاز،
والسهريج هذاك الريزرفوار دو جي بي ال اللي كونترولي افون لامبورطاسيون قبل ما يدخل التراب الوطني. ولكن يجب المراقبة أيضا بالنسبة لقطع الغيار الموجودة داخل السوق، خاصة قطع الغيار المستعملة. نعم. اللي في غالب الأحيان تكون ما عندهاش صلاحية. نعم. لإعادة الاستعمال ولكنها تعاد الاستعمال. هنا نتحدث أيضا عن دور الخبرة، دور الخبراء في هذا المجال، دور الخبير من أجل التأكيد على ضرورة صلاحية هذه القطعة وحتى صلاحية كل السيارة للسير مجددا في الطريق أم لا. المواطن في هذا الإطار كيف يتصرف؟ هل هو من يراقب هذه السيارة؟ هل هنا خبراء معتمدون يعتمد عليهم من أجل تحديد يعني تحديد نوعية السيارة حتى بعد الاستعمال، نوعية قطعة الغيار إذا ما أراد تغيير قطعة معينة في سيارته؟ فيما يخص صلاحيات وزارة المناجم، احنا اتخذنا قرار يعني منذ سنتين، خدينا قرار وقرار أعتبره قرار يعني فعال وقرار جدي، حيث اعتمدت وزارة المناجم مكلفة بالمناجم حوالي تقريبا حوالي 100 خبير معتمد عبر التراب الوطني، وهذا شيء مهم. وانا بالمناسبة وجه نداء للمواطنين قبل شراء اي مركبة، قبل شراء اي لماذا؟ لان صاروا اشكال اي مركبات مزورة راهي محجوزة عند مصالح الامن، والمواطن ضحية، المواطن ما يعرفش المركبة أسك سليمة ولا مش سليمة، أسك تم فيها تزوير ولا لا. احنا اعتمدنا قلت لك حوالي 100 خبير وسيدي زكسبير شوفروني عبر التراب الوطني، حول 100 خبير معتمد. أنا نطلب من المواطنين قبل شراء أي مركبة، وخاصة المركبات، لأن المركبات الجديدة اللي بريز اون شارج لو كونترول دو كونفورميتي دي فيكيل نيف سي بريز اون شارج امبورتي او فابريكي لوكالمون. بار كونتر لي فيكيل هذه المركبات المستعمله، انا نوجه نداء للمواطنين حذرتهم حذر، كاين خبراء معتمدين، الحذر والحيطه لانها قد تؤدي الى باختصار فقط في عجاله. راهي حوالي 100 خبير معتمد عبر التراب الوطني، مادا بيا نوجه نداء للمواطنين ونقول لهم لي سيارة مستعملة لابد قبل ما يتكاتب مع صاحب السيارة يروح يدير لها خبرة عند هذا ما قد يضمن له أمانته. نعم، يضمن له والإطمئنان في استخدام السيارة. رسالة وصلت سيد مصطفى جرعون ممثل عن وزارة المناجم، أشكرك جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا متواصلون دائما معكم، ابقوا معنا. إدراج التقنيات الحديثة في التصميم والإنجاز أهلت مؤسسة أرديكو لتصنيع الخشب لأن تتبوأ مكانة وطنية وعالمية بمنتجات ذات جودة عالية وبمواصفات عالمية. فكرة الترويدي هي أنه نقربوا المخطط للكليون بلا ما نخدموا له الشكل بالحطب. وش معناتها؟ معناتها نديروا تصميم أون ترويدي ونبحثوها الكليون، هو قادر يدير تعديلات اسك تعجبه ما تعجبوش، وحنا نعدلوا في الفكره حتى نوصلوا للزبون وش هو حاب. الخدمه هذه كانت شويه صعيبه، تشد لنا الوقت على جال اللي كنا نتراسيو بيدينا بالكريون، بعد ما نخدموا التراساج تاعنا في البابي غلاسي، ومن بعد بابي غلاسي نخدموه في غاباري هكذا. مي درك الحمد لله مع المؤسسه تاعنا هنا تطورت الحرفه هذه. اكزومبل هذه كانت تشدنا نهار، درك راهي تشدنا 20 دقيقه 4 ساعه. تأهيل العنصر البشري في المجال من أولويات هذه المؤسسة من أجل ضمان اليد العاملة الفنية من جهة، والحفاظ على هذا الموروث الفني من جهة أخرى. من بين الامور الاساسيه اللي نهتم بها احنا في المؤسسه نتاعنا وهي العنصر البشري، لانه هو المحرك الاساسي في الانتاج. لهذا احنا عندنا مع التكوين المهني يعني دائما يبعثوا لنا متربصين يديروا دي فورماسيون هنا عندنا، وبعد التربص تاعهم نختاروا منهم اللي يكونوا يعني عندهم مؤهلين وكذا نخليهم عندنا. موديلات تقليدية وعصرية صنعت التميز بأنامل حرفيين مبدعين في النقش على الخشب، ساهم في استقطاب عديد المشاريع.
إذن وقفت بنا الزميلة ساتينا عصفورة في هذا الروبورتاج عن الإبداع في مؤسسة صغيرة ومتوسطة بولاية المدية. شكرا للزميلة ساتينا، ونتمنى كل التوفيق لهذه التجربة الرائدة في هذا المجال. وصلنا الآن إلى ركن الثقافة، يبقوا معنا. الثقافة الآن، صحفيون من ذهب هي جائزة الجمعية الصحراوية فاطمة الغالية بنت السالم، الجائزة التي تحصلت عليها الإعلامية الجزائرية وهبة ميري. وهبة معي على المباشر، صباح الخير وهبة. صباح الخير الزميلة فايزة، وصباح الخير للمشاهدين القناة الثالثة الإخبارية الجزائرية. بداية وهبة، أهنئك على حصولك على هذه الجائزة، جائزة صحفيون من ذهب. حدثيني عن هذه الجائزة وعلى أجواء الحصول عليها أيضا. شكرا زميلتي فايزة. هذه الجائزة هي مبادرة من طرف صحفية صحراوية اسمها فاطمة الغالية محمد سالم. هي قائمة تعيش في إسبانيا في بايس باسكو، في بلد الباسك في بيلباو. وفي يوم 28 ديسمبر 2020 دارت حفلة ويا هذا اليوم 28 هو يصادف اليوم الوطني للإعلام الصحراوي، هو كذلك يصادف الذكرى 45 لإنشاء الإذاعة الوطنية الصحراوية. وهذا هي دارت حفل في خيمة هي بالإسبانية خيمة دي لوس أوميناخس، وهي يعني أترجم بالعربية هي خيمة التكريمات. وكرموا فيها 60 صحفيين، شخصيات، مناضلين متضامنين مع القضية الصحراوية، ومن بينهم كنت أنا كجزائرية تحصلت على هذه الجائزة من ذهب. وفي الأيام القادمة المقبلة إن شاء الله هذه الأخت الصحفية تجي هنا للجزائر وسأستلم هذه الجائزة في سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هنا بالجزائر إن شاء الله. وهبة، أكيد وهبة وقوفك على القضية الصحراوية هو واجب مسيرتك الإعلامية أيضا. نعم. أنت وقفتي على معاناة الصحراويين، غطيتي العديد من الأحداث، الاعتداءات أيضا على هذا الشعب المحتل. نعم. الذي يطالب بتقرير المصير بحقه في السيادة على أراضيها. ما هي ربما الصور التي تبقى عالقة في ذهن الإعلامي وهو يغطي أخبار هكذا قضية عادلة، قضية شعب يطالب بتقرير المصير؟ أنا كما قلت زميلتي عندي يعني باش نذكر عندي برنامج أسبوعي من منذ 2007 باللغة الإسبانية في القناة الجزائر الدولية. وهذا البرنامج بدون انقطاع حتى نكون في العطلة وانا ندير هذا البرنامج، ونتناول من خلاله الأحداث، وخاصة أننا نسافر بزاف ونغطي الأحداث في مخيمة اللاجئين الصحراويين كذكرى إنشاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 76، إنشاء جبهة البوليزاريو في 10 ماي، اندلاع الكفاح المسلح في 20 ماي، وكذلك مؤتمر جبهة البوليزاريو. نعم. ومن خلال تواجدي في مخيمة اللاجئين الصحراويين نقوم بروبورتاجات، نشوف المعاناة نتاع النساء، نشوف مقاومة المرأة الصحراوية رغم اللجوء هي واقفة، وكذلك إلى جانب أخيها الرجل. وكذلك في أراضي المحررة كانت عندي فرصة زرت أراضي المحررة لتغطية مؤتمر جبهة البوليزاريو، وكذلك المناورات العسكرية لجيش التحرير الوطني الصحراوي. نعم. وكما قلت لي معاناة أخرى يعني نتناولها كذلك في برنامج هي معاناة المناضلين في الأراضي والحقوقيين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وتعرفي ويعرف الجميع أن هناك حصار إعلامي، هناك عنف، هناك مضايقات، هناك التنكيل بكل المناضلين وخاصة النساء الصحراويات يعانوا بزاف، هما
لازال هم صامدين ويواصلوا يقول لك هذا كل شيء من أجل تحرير الصحراء الغربية. نعم، وهبة هي إعلامية بإذن إذاعة الجزائر الدولية، برنامج باللغة الإسبانية من إسبانيا حول القضية الصحراوية. نعم. اليوم القضية الصحراوية تمر أيضا بمنعرج حاسم الاعتراءات. نعم. الأخيرة، وأيضا كل ما يحدث من تجاوزات وانتهاكات، وأيضا من ادعاءات مغرضة وحرب إعلامية. نعم. لتشويه عدالة القضية الصحراوية. ما هو دور الإعلام في التصدي لهذه المعلومات المغلوطة وإسماع صوت الحقيقة؟ الإعلام يلعب دور كبير، والآن يعني ما شاء الله يعني بالنسبة لنا كإذاعة الجزائر الدولية، ولا بالنسبة للإعلام الجزائري، ولا كاين ثاني الإعلام الصحراوي في ريزو سوسيو في التواصل الاجتماعي، دونك كاين يتكلموا على القضية الصحراوية، وحنا نحاولوا يعني نمدوا صورة أخرى مغايرة اللي راه يمدها النظام الاحتلال المغربي. هو ما يتكلم على الحرب، وهي فيها حرب، فيها دي بيرتومان، فيها ضحايا، فيها يعني الجيش الصحراوي هو راهو متقدم، راهو يواصل في لي زاتاك لي بومباردمون لي زاتاك في المعارك، في المعارك. نعم، ويدير ضحايا مازالوا يعني كاين، وهما الاعلام المغربي هو يغطي، ولكن حنا كاعلاميين نحاولوا نعطوا صوره ونفضحوا ونتكلموا، وفي ظل هذه يعني مواصله المعارك الجيش التحرير الشعبي الصحراوي، هناك في الأراضي المحتلة مضايقات يومية على المناضلين الصحراويين، وفيه مثلا كاين مناضلة سلطانة خيا اللي حد الآن لا زالت البيت ديالها هو محاصر، هي وعائلتها، وهي تعرضت للضرب وللتنكيل، هي والوالدة ديالها وخوتها واختها ومناضلين اخرين ثاني مازالهم لحد الان عرضت للمضايقات. وحنا نحاولوا نكسروا هذا الحصار الاعلامي المفروض على الصحراويين في المناطق المحتله، وايضا ايصال هذه الصوره المؤلمه والمعاناة لمختلف شرائح المجتمع الدولي، خاصه من اجل التحرك لايجاد حل. نعم. وللمضي نحو تقرير مصير الشعب الصحراوي، وذلك بكل اللغات، وهي. نعم. برنامجك باللغة الإسبانية. نعم. كيف هو الصدى للتعامل مع هذه القضية بهذه اللغة باللغة الإسبانية بهدف الوصول طبعا إلى أكبر عدد من المتابعين؟ أنا في إذاعة الجزائر الدولية، وإذاعة الجزائر الدولية مسموعة كثيرا في إنترنت، في إذاعة الناس تسمعها، وكاين أنا عندي اللي يتابعوني بزاف، عندي مناضلين، عندي حقوقيين، عندي إسبان، عندي من أمريكا اللاتينية، من الشرق العربية، عندني في تونس، في كل أصل العالم ما عندهم يعني يتابعوني، يعني كان يتواصلوا دائما ويتابعوا في البرنامج ديالي، ويقولوا لي من خلالك وهبة أنت يا لافوينتي نتاعنا، يعني أنت يا لا سورس المنبع تاعنا باش نتبعوا فوالا. سورتو انا البرامج تاوعي راهي في السيت نتاعنا تاع الاذاعه الجزائريه واذاعه الجزائر الدوليه، وكذلك عندي في الفيسبوك، كذلك انا دايرته من اجل القضيه الصحراويه، وعندي متابعه اكثر من 500 واحد، اكثر 1500 متابع، ويشجعوني ويقولوا لي عن طريقك انت راني راكي توصلي معاناه الشعب الصحراوي، ورانا نواصلوا، ويشجعوني دائما ويشجعوني ثاني على هذه الجائزة. ما هي الرسالة اللي توجهها اليوم وهبة ميري لمختلف الصحفيين عبر العالم اللي ربما يحملون الرسالة الإعلامية العادلة والحق أيضا في تغطية هكذا أحداث عبر العالم، خاصة الوقوف عند معاناة الشعوب، ونحن بصدد الحديث عن معاناة الشعب الصحراوي المتواصلة؟ يعني رسالتي أنا نتمنى الصحفيين يكونوا أوبجيكتيف، يعني ما يتبعوش، يجيبوا الوقائع بكل حرية، يعني ما يكونوش مقيدين هكذا، لكي ويواصلوا يعني باش يوصلوا
معاناة الشعوب خاصة الشعب الصحراوي. هو كاين كما تعلمين أختي زميلتي كاين تعتيم إعلامي في العالم ما يتكلموش على القضية الصحراوية. نعم دونك يعني ما حبذا لو يتبعوه ما إخواننا العرب كذلك القضية يشوفوها بعين ماشي عين أخرى. نعم وربما للمزيد أيضا من التفاصيل حول هذه الجائزة وحول التغطية الإعلامية أيضا لما يحدث في الأراضي الصحراوية المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والإعلامي الصحراوي مصطفى سيدي البشير. أهلا وسهلا بكم سيدي. كل إعلام الجزائري زميلة وهيبة أميري نعم أثنت الكثير من عمرها دفاعا عن الشعب الصحراوي وعن صوت الحق أينما كان. نعم نعم سيدي بالفعل وهيبة تحصلت على هذه الجائزة بعد عمل مضني وعمل شاق في تغطية القضية الصحراوية ومحاولتها واستمرارها دائما في الدفاع عن هذه القضية العادلة. كيف نقرأ هذه التغطية الإعلامية على المستوى العالمي والدولي أيضا في ظل كل ما يحدث الآن في الأراضي الصحراوية المحتلة؟ أولا الزميلة وهيبة ميري هي معروفة على الساحة الصحراوية بدفاعها عن الشعب الصحراوي. نستطيع أن نقول بأن هذه الصحفية الجزائرية الناطقة أساسا باللغة الإسبانية والمدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والمدافع عنه والتي أعطت الصورة الحقيقية عن الشعب الصحراوي باللغة الإسبانية وغطت الكثير من الأحداث الدولية عن القضية الصحراوية أنها تستحق هذه الجائزة وتستحق أكثر. وهيبة ميري هي يعني واحدة من الصحفيين الجزائريين الكثر الذين ولجوا القضية الصحراوية ليصبحوا صوتا للحق وصوتا للشعوب المقهورة وهي تستحق هذه الجائزة. طيب الزميلة وهيبة أيضا أعطت وفتحت الباب للكثيرين لكي يدخلوا هذه القضية ويعني كانت مثلت بجدارة الشعب الجزائري وعقلية الشعب الجزائري وإرادة الشعب الجزائري في الدفاع عن الحق. نعم أشكرك جزيلا أشكرك جزيلا الإعلامي الصحراوي مصطفى سيدي البشير على هذه المداخلة وأمر إلى وهيبة في كلمة ختامية. وهيبة عند المستمعين لهذه الشهادة ما هو الشعور لديك ثم ما هي الرسالة اللي توجهها لكل الإعلاميين في العالم؟ والله يعني تحس كي سمعت الأخ مصطفى نعرفه هو كذلك إعلامي صديق فيما سوى. نعم تفضلي أختي. شعورك وايضا ما هي الرساله اللي توجهها انا فرحانه يعني نعم. الاعلاميين خاصه في هذه الظروف من اجل ممارسه دورهم الاعلامي لاسماع صوت الشعب الصحراوي. قلت لك يعني انا فرحانه على فيما يخص الجائزه نعاود نذكر هذا يعتبر لي فخر وانا معتزه يعني ويعتبر فخر لبلادي الجزائر اولا لاذاعه الجزائريه ولاذاعه الجزائر الدولية. رسالتي كما قلتي الأخت وكما سبقت أن قلت رسالتي هي للصحفيين لازم يكونوا موضوعيين في من أجل إسماع صوت الحق وصوت الشعب الصحراوي بكل موضوعية. نعم الرسالة وصلت أهنئك من جديد ونتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك الإعلامية الجزائرية بإذاعة الجزائر الدولية. وهيبة ميري شكرا جزيلا لك. شكرا زميلتي فايزة شكرا وبالتوفيق لكل مستمعين أشكرك جزيلا على قبول دعوة البرنامج وعلى كل هذه الرسائل التي مررتها عبر برنامج هذا الصباح. لدينا الآن محطة مع التراث مع الأثار ننتقل به مباشرة إلى ولاية البويرة والزميل عبد النور بعوز الذي يقودنا في هذه الجولة في الأطلال الرومانية بالبويرة. غير بعيد عن مدينة سور الغزلان غرب ولاية البويرة نجد هذا المعلم الأثري القديم، معلم صنف وطنيا ضمن قائمة الممتلكات الثقافية عام 2007. المعلم عبارة عن ضريح جنائزي روماني بني في القرن الثاني ميلادي، تطلق عليه في وقتنا الحالي تسمية ضريح غرفة ولاد سلامة نسبة لقرية ولاد سلامة المجاورة. يصنف ضمن الأضرحة ذات الطابق العلوي، يتربع على قاعدة مربعة عليه طابق سفلي من 5 صفوف من الحجارة المنحوتة
وطابق علوي 4 صفوف من الحجارة المنحوتة. أما في داخل أسفل الضريح نجد سرداب وغرفة مستطيلة. بالإضافة إلى هذا الشاهد الأثري الدال على وجود الرومان بالمنطقة، نجد أيضا هذه الحجارة المتضمنة نقوشا ورسومات طقوسية وكتابات لاتينية قديمة خطها معماريون ومهندسون رومان. أنصاب نذرية وأنصاب جنائزية وطاولات القرابين، وعندنا بعض العناصر المعمارية وتعود لما بين القرن الثاني ميلادي إلى القرن الثالث ميلادي حسب ما ورد على بعض النقيشات. تشييد الرومان لمدن وحاميات عسكرية بمدينة صور الغزلان وما جاورها يعكس مدى أهمية المدينة جغرافيا واستراتيجيا آنذاك، وما تزال إلى اليوم من أعرق مدن ولاية البويرة. من هذه الجولة الهادئة إلى جولة من نوع آخر في عالم الرياضة. الرياضة وآخر المستجدات الوطنية والدولية من تقديم علي جعفر. صباح الخير علي. صباح الخير فايزة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وسعدتم صباحا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطمح فريق شبيبة القبائل لافتكاك تأشيرة التأهل إلى الدور 32 المكرر من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حينما يستضيف مساء اليوم نادي اتحاد الدرك من النيجر الذي كان زملاء رايح قد فازوا عليه ذهابا بنيامي بثنائية مقابل هدف واحد. بلال بوزيدي. في أجواء متوترة إداريا وفنيا تستقبل الشبيبة القبائلية نادي اتحاد الدرك من النيجر ضمن إياب الدور 32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، توتر من شأنه أن يؤثر على الطموحات التي سطرتها الإدارة في وقت سابق، وكذا حلم عشاق الكناري في متابعة فريقهم يذهب بعيدا في هذه المنافسة التي تعتبر اختصاص النادي في وقت مضى. النادي وبعد غياب طويل عن المنافسات الإفريقية استطاع في لقاء الذهاب أن يحسم النتيجة أمام اتحاد الدرك، وهي النتيجة التي فاجأت الجميع خاصة وأنه كان يعاني محليا. 3 نقاط خارج الديار كانت بمثابة الدفعة القوية لأشبال المدرب يوسف بوزيدي لحسم لقاء جمعية عين مليلة بهدف واحد. وتبقى الشبيبة المحلية مطالبة بحسم نتيجة اتحاد الدرك والتأهل للدور المقبل لمواصلة الحلم الإفريقي الضائع، ويبدو أن المغامرة الإفريقية للفريق ستكون صعبة بالنظر لعدم وجود الاستقرار الكافي لمثل هكذا منافسات. مواجهة ممثل النيجر ستكون مفخخة باعتبار أن النادي خلق صعوبات كثيرة للشبيبة في لقاء الذهاب، فنتيجة 2-1 تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات. فقبل تأهل الفريق الضيف للدور 32 كان قد حسم الدور التمهيدي أمام أولمبيك يالين المالي بفوز خارج الديار وتعادل داخل الديار، ما يجعل الكناري مطالبا بالحذر أمام فريق يجيد التفاوض خارج الديار. ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو قد يكون شاهدا على آخر مباراة يخوضها التقني الجزائري مع شبيبة القبائل حسب الأصداء التي أكدت قرب استخلافه بالتقني الفرنسي دونيز لافان، في سيناريو يطرح عديد التساؤلات حول الغرض من تغيير مدرب استقدم مؤخرا وحقق نتائج مرضية لحد الآن. هذا وستكون مواجهة نادي الدرك النيجيرية الأخيرة للمدرب يوسف بوزيدي على رأس العريضة الفنية للفريق بعد ترسيم نهاية مهمته بالتراضي مع الإدارة في حفل مصغر أقيم أمس بمقر الفريق. وشكر بوزيدي إدارة الكناري على الثقة التي وضعتها في شخصه خلال الفترة السابقة، متمنيا التوفيق لمن سيخلفه في المنصب. bien motivé concernant le match. La séparation, c'est pas un problème pour moi. L'essentiel, c'est que on va se séparer pour laisser déjà ma place propre, comme d'habitude. Je pense que aujourd'hui, j'ai fait presque les 48 wilayas et je n'ai aucun problème avec n'importe quel président. Dieu merci, on s'est mis d'accord
pour discuter, bien sûr, la résiliation. Et j'aurai mes droits. Je pense que j'ai donné le maximum. J'ai redressé quelque part la situation où, en faisant confiance les jeunes, j'ai créé la concurrence. On a monté un groupe bien. Les joueurs m'ont facilité la tâche, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une équipe, je l'ai dit, je le redis, il y a une jeunesse. Je pense que ils vont se donner à fond avec ou sans Bouzidi. Voilà, on va remercier l'entraîneur, M. Bouzidi, du SEN. Il veut dire, sans négocier, attends, c'est le Hawaïj. C'est la vie d'un entraîneur. Alhamdulillah, il a fait un travail. Il a réussi. Il a accompli bien sa mission. Il y a le Hawaïj en interne. On ne va pas les citer. Inch'Allah, il a fait toujours. Quand il est sollicité, même Smizna, la relégation, il a fait un bon parcours. On a sauvé l'équipe. On prend la finale de la Coupe d'Algérie. Voilà, c'est gay. Il y a les choses en interne. Il y a un farak à l'amiable. إلى ذلك استنجد المدرب يوسف بوزيدي بلاعبين من الفريق الرديف لتعويض غياب 4 عناصر كشفت التحاليل إصابتهم بوباء كورونا، وهم حمرون ونزلة وكروم وميكيداش. دائما مع التمثيل القاري للأندية الجزائرية، غدا وصوله إلى العاصمة الكينية نيروبي خذ شباب الوزداد أول حصة تدريبية له بملعب المباراة بالمركب الأولمبي كسرني. التدريب شارك فيه كامل التعداد باستثناء متوسط الميدان الشاب حسام الدين ميريزاق الذي أصيب قبل التنقل إلى كينيا، وقد يغيب كذلك عن مواجهة غورمايا في مباراة الإياب المقررة مساء غد الأربعاء. هذا وتحدث قائد الشباب شمس الدين الساخ لموقع الفريق عن ظروف الإقامة والتدريب منذ التحاق الفريق بالعاصمة الكينية نيروبي. اليوم نشوف على بريمير سيونس اللي احنا درناها باش نحضروا هذه المباراة. احنا ان شاء الله كلاعبين تكون عندنا كما الثقة والعزيمة باش نحققوا التأهل ان شاء الله. ثم هذه كاع اللاعبين اللي مترحين بها باش ان شاء الله تكون التأهل لدور المجموعات. الذهاب اللي بالك فزنا ب6 أهداف قدام الفريق غورمايا، يبارك هي الاحترام للفريق وصدر عطينا القيمة للفريق باش حققنا هذيك النتيجة. هذه النتيجة صدر تردينا احنا في مرحلة العودة. هي سوري مباراة ما عادش تكون كيف مي احنا توجور نحضروا الماتش دو ريتور ان شاء الله، مي احنا توجور نخمو ماتش بار ماتش. هي بدوره سيكون ممثل الجزائر الاخر في دوري الابطال فريق مولودية الجزائر امام فرصة المرور الى دور المجموعات عندما يحل الاربعاء في ضيافة النادي الصفاقسي التونسي، وهو الذي تفوق عليه بالجزائر بثنائية نظيفة من توقيع هدافه سامي فريوي. يقول يوسف رزيق: بمعنويات مرتفعة للسماء بعد فوزه محليا على شباب قسنطينة والارتقاء إلى وصفة الترتيب العام، يسافر أشبال المدرب نبيل نغيز إلى تونس لمواجهة النادي الصفاقسي في مباراة العودة بأسبقية 2 سجلهما سامي فريوي في لقاء الذهاب هنا في الجزائر. المولودية ورغم بعض الغيابات إلا أن التعداد الذي شد الرحال إلى تونس يمكنه الثبات والعودة بالتأهل من هناك. يعني مباراة العودة راح تكون مختلفة تماما لمباراة الذهاب، وهذا شيء طبيعي لأن المباراة الأولى اللي كانت في الجزائر فوق أرضية ميداننا. اليوم المباراة الثانية راح تكون فيها حسابات، كل شيء واضح. احنا الشيء اللي قلناه اللاعبين وركزنا عليه كثير، وهو خاصة قمنا بعمل من جانب الاسترجاع لأن بدنيا حقيقة كاين تعب كثير عند اللاعبين. وضعية نادي الصفاقسي التونسي محليا تشابه تماما المولودية،
ففي نفس الوقت التي كانت تلعب فيه المولودية أمام السياسي فاز صفاقسي على نظيره الملعب التونسي بثلاثة أهداف نظيفة سمحت له بالصعود مؤقتا إلى صدارة الترتيب في الدوري التونسي ورفعت من معنوياته في التحضير لاستقبال المولودية. وبالعودة للحديث عن أوجه الشبه بين الناديين فالمولودية تخطت في الدور الماضي نادي بافلس البينيني بعدما تعادلت ذهابا بهدف لمثله وفازت في لقاء العودة بملعب 5 جويلية بخمسة أهداف لواحد. أما الصفاقسي فقد فاز في زنجبار أمام لونج أفسي بخمسة أهداف لصفر وبثلاثية مقابل هدف في لقاء العودة. وضعية متشابهة للفريقين في درب مغاربي واعد بأسبقية للمولودية في لقاء الذهاب وعدم تذوق طعم الهزيمة منذ انطلاق الموسم وثراء التشكيلة التي أصبحت تقدم كرة قدم جميلة تحسب للمدرب نبيل نغيس. هذا وتتعرف الأندية الجزائرية الجمعة القادم على منافسيها في دور المجموعات من خلال عملية سحب القرعة التي ستقام بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة بعد اكتمال نصاب الأندية المتأهلة يومي الأربعاء والخميس. فكل التوفيق نتمناه للمولودية والشباب محليا. وبعد نهاية العلاقة بالتراضي بين النصر حسين داي ومدربه نذر الكناوي شرعت إدارة الفريق في البحث عن خليفة له على رأس العريضة الفنية للفريق في الفترة المقبلة. أبرز الأسماء المرشحة لتدريب النصرية ووضعية الفريق بصفة عامة يستعرضها إسماعيل ميلودي في سياق هذا التقرير. بين الأمس واليوم تشابهت الحكاية وفق سيناريو هو طبق الأصل لمواسم مضت من حيث الأداء والنتائج والأرقام التي يسجلها نصر حسين داي مع بداية كل مشوار بطولة يجهض فيها حلم محبي وأنصار النادي بلعب الأدوار الأولى ويخيم التشاؤم لما هو قادم. كيف لا وطعم الفوز يغيب لتطرح علامات الاستفهام عن أسباب ذلك. النصرية التي كان من حظها البقاء في دور الأضواء هذا الموسم بعدما كانت على شفا حفرة من السقوط الموسم الماضي ويتم إنقاذها بنظام جديد طبق في البطولة، أمر جعل الإدارة تحضر لموسم جديد بتسطير ورقة طريق اعتمدت فيها على المدرب نذير الكناوي وانتدابات جمعت بين الخبرة والشباب. زد إلى ذلك توفير إدارة ويلزمير لكل الإمكانيات ورغم ذلك دخول محتشم في المنافسة وأداء لم يرقى إلى المستوى المطلوب ما ولد أزمة نتائج ظهرت تداعياتها سريعا وعجلت برحيل المدرب نذير الكناوي. تتي اون ايكيب امورف تبقى الاسباب واش راح نقول لك جو سوي بريمير ريسبونسابل على العريضه الفنيه جو سوي با اون تران دو تيري سور لي جوور مي جاسوم مي ريسبونسابيلتي نحب ولا نكره هذا فريق عريق ما نجيش انا نلعب بالمشاعر تاع الفريق هذا ولا نلعب بالسمعة تاع الفريق هذا باسكو سكون افيو اليوم يخليك انك تدخل في بعضك تولي تخمم في تخمام انورمال. بلغة الارقام النصرية بعد مضي 6 جولات تعادلت في 3 مباريات وانهزمت في 3 اخرى ودون اي انتصار حصيلة وضعته في المركز 18 ب3 نقاط فقط ليدخل نصر حسين داي النفق المظلم من جديد وتبدأ رحلة البحث عن المنقذ واسم المدرب الذي يمكن أن يجلب الحلول فنيا وتكتيكيا لإعادة القطار إلى السكة الصحيحة. وإن طرح اسم بلال زيري إلا أن الحسم منتظر في قادم الأيام لاختيار الأنسب ضمن قائمة تناقش على مستوى الإدارة. بهذا نصل إلى ختام أخبار الرياضة. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. أعود إلى فايزة. شكرا لك علي نلقاها في أعدادنا المقبلة. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا بهذا أصل معكم أنا أيضا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا الصباح. أشكركم على كرمي الإصغاء والمتابعة. ألقاكم بحول الله تعالى غدا. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.